إذا أخي موسى تبيع الكريم كحاج واحد شي شوية ليها بابا. إذا أخي موسى تبيع الكريم سلام الله عليكم، ربما غتكون حميد إوا بقى غادي مع هاد رجعت للأسف الشديد لا كونيكسيون مرة أخرى، عاود لا كونيكسيون. إذا أخي موسى تبيع الكريم سلام الله عليكم، تحية أخوكم حميد العقاوي مرة أخرى في الملف اللي ما بات يعقل أو اللي يتداول عفوا حول الاعتداء وكيف تفعل المغاربة مع التطول ديال مرت المولودي على رجل أمن، الشيء اللي كان واحد الخرجة إعلامية ديال الأخ المولودي اللي كان تيقول بغيت أخويا حميد العقاوي أنه كإعلامي ديال قناة شوف تي في بغيت أنه يجي ونحلو قلبي ونحلو داري، وبغيت المغاربة كلهم يعرفوا شكون هو المولودي وشنو واقع. أخي موسى تبيع الكريم ربما شنا المولودي وشنا بنت المولودي وشنا حتى مين مرت المولودي، مادام أنكم تسألتم على ولد المولودي الكل تيقول علاش ما يبان الصعصع. قال لك سيدي خصك صعصع اللي راه ولد البوليس وبقى تيدير الرالي وتيتعدى على عباد الله وملطج ومهنك ومقطع. للأسف الشديد للأسف الشديد أخي المتتبع رأينا أننا اليوم وتلبية الطلب ديالكم اللي قلتوا حميد خصو يبان لنا هذاك اللي راه حرون البوليس، وبغينا أن الحكم تكونوا هما نتوما مادام أن رجعت الكونيكسيون. للأسف الشديد أخي المتتبع الكريم لا كونيكسيون بغينا بأن باش نعيشوا هذه الأجواء، ولكن لا كونيكسيون للأسف الشديد. غادي نمشيو لبرا، غادي نحاولوا اننا نمشيو لبرا اخي المتتبع لان الكونيكسيون اجي اخويا شد اخوك. شحال من واحد غادي يقول بان هذا موضوع ربما تافه، ولكن اخي المتتبع الكريم تلبيه للنداء ديال الملايين المغاربه اللي تبعوا زيدي الحاجه اللي تبعوا هذا البرنامج اليوم، حان الوقت باش انه يكون اول خروج اعلامي لولد المولودي. ايه لان الكل انا براسي كنتخيل كي غادي يكون هذا ولد المولودي وشكون هو هذا ولد المولودي وعلاش تعامل. فربما ولد المولودي اول مره غادي نشوفوا ولد المولودي. السلام عليكم. وعليكم السلام. صافا بخير؟ لاباس الحال. جالس انت والحجه؟ انا وجدتي الحجه. نعم نشوفو انت معاك باش نخليك ترتاحي. واخا يا جالسه مع الوليد انت؟ وي واش غندير انا جالسه معهم حميد، جالسه معهم وجالسه مع ولدي الاخر، واش غندير شكون يجلس معاهم؟ وهذا الشيء اللي عطى الله هو هذا. مهم في السجن ومسكينه هذيك المراه ديال الويشه وما دارت حتى شي حاجه، دابا هذا الشيء اللي كنطلب منهم المسامحه. واش هو باسل وتيطير من المخلى الحجه ولا غير هذا مكتوب ولا شنو؟ هذا مكتوب الله، انا اللي مربياهم الله يعمرها دار. دري درويش ما كيدير حتى حاجه، ما كيديرها غير خي الناس دين عليه في البيت مده القرايه كامله، كيقابل غير البيسي. نهار وعدوا بوه قال لي غنشريك الطوموبيل، شاريه الطوموبيل الدري كيخرج مع صحابه، ما كاين حتى شي حاجه خايبه فيه راجل درويش، ويمشي يصولوا عليه الناس ديال الدرب. تبغي انت ولدك يضرب البوليس؟ انا ما نضربش البوليس، البوليس لا ضربنا البوليس، هي ما كاين والو، ما بقاش الامن، ما بقى حتى واحد غير حداينا، هو الامن ديالنا، هما اللي يد اليمنى ديالنا الامن ديالنا، لا مشيت ضربت انا البوليس، اذا ما كاين حتى حاجه، وغنمشي ضربت الدرك الملكي، ولا مشيت درت شي حاجه خايبه للحكومه ولا درت شي حاجه، اذا انا خايبه ماشي مزيانه ماشي مواطنه. شي واحد يعني يتعدى على البوليس؟ لا حتى واحد ما بغاش يتعدى على البوليس، لا حاشا. البوليس راه هما ولادنا، هما الامن ديالنا، والله يسترهم وكنطلبوا المسامحه. كي داير الحاله دابا ديال الدار بلا ايمان؟ والله الدار كحله زحله، ما والو، ما فيها حتى حاجه مقوده، كتبغي تحط في ديك شي حاجه كلشي كيبرد، ما كاين حتى حاجه مقوده بلا ايمان، حتى حاجه ما مقوده، كلشي مخربق عندنا، حتى حاجه مقوده. السي حميد ها تدخل الكوزينه والله تلقاها كلها مخربقه، تلقاها كلها كلشي مخربقه، وداتنا حنا راسنا مخربقين والو. انا كنطلب منهم الله يرحم والديهم يطلقوا لي بنتي ويساعدونا، والشعب حتى هو مواطن كامل تعاملوا معها مسكينه مزيانه، راه انسانه درويشه، راه انسانه مريضه، راه انسانه مريضه مسكينه، راه مريضه، عندها الصمال ديال القد،
مريضه بها وعندها الراس مريض بها وعندها مسكينه كتشرب كينه، الا ما شربتش الكينه راه ما كتوقفش، راه انسانه مريضه. هادشي اللي عطى الله هو هذا، وكنطلب من الامن يسامحوها. حتى هما قلبهم يحسبوا هاد الدري بحال خوهم، هاد الدري يحسبوا بحال خوهم، خوهم الصغير يحسبوا بحال ولدهم ولا خوهم، ما عندهمش الاولاد يحسبوا خوت. هادشي اللي كاين، الله يرحم والديكم. هادشي اللي كنطلب انا منهم المساعده ديال هاد الدري هذا وديال امهم مسكينه، يطلقوا سراحهم، يطلقوا سراحهم، الله يرحم والديهم، المواطنين كاملين الله يسترهم، والحكومه ديالتنا والمحكمة ورئيس المحكمة ورئيس النيابة ورئيس كلهم الله يرحم والديهم، يطلقوا سراح إيمان ويوسف. راه الناس دراوج، راه عمرهم هادشي يكتب عليهم، وباهم توا درويش، راه اللي في يدها كلشي. الحوالة اليوم هاد العام اللي كيعيط ليها أختي إيمان راه ما عنديش، كتشدي لهم الحوالة كتشري لهم. علاش دابا بنتك هي ما مسؤولة ديال شي شريك ما والو، ولكن شنا أن مجموعة ديال المغاربة أن ربما طالبوا بالاعتقال تاع بنتك، علاش الناس ما تيحملوش بنتك؟ وتيقولوا له عادي المولود زوين وهنا حنا شنا ولاد وعاوتاني في أول خروج. حيت ما عرفوهاش، حيت ديك الإنسانة مريضة، إلا تحيدت لها الكينة تحيدات ما شربتهاش، ما كتبقاش تعقل على راسها، كتبقى تغوت، كتولي إنسانة أخرى، كتبقى تغوت، داكشي ما كيحملوش، وهي راه كتغوت ما كتضرش، هي كتغوت ما كتضرش. بحال حاشاك الدجاجه اللي بغات تبيض كتبقى تقاقي تقاقي تتبيض، والو ما كدير والو ما كدير. شنو بغيت تقولي للمغاربه انت كأم وهما بناتك وهذه بنتك؟ قولي لهم شكون هي هذه المراه هذه؟ هذه ام هذه، وهي مسكينه كاع في الحبس، وهي ام هذه كانسانه ام، وشي وحده اللي والده تجرب الاولاد ديالها، تجرب ولادها، لا قاسم غير شي حاجه تقاسم، واش كتنعش ولا ما كتنعش؟ ما كتنعش في الام، أم كتنعس. هي مسكينة شافت ولدها معريين ومطلعين ليه الصفيط ما وكتكرسو فيه، ودري ما عرفش غير ساكت مبهوض، حتى هي مسكينة ما عرفتش شنو دارت، دفعوها ولا دفعاتهم والله أعلم. هي كتقول لهم جيبوا لابيجي، جيبوا أنا لابيجي، قالت لهم جيبوا هذا الصفيط، الله يرحم والديهم. هادشي اللي كنسمع أنا. شنو بغيتي تقولي للبوليس؟ يلاه شوف فيهم شنو بغيتي تقولي لهم أنت كأم؟ أنا كنبغيت للبوليس كنقول لهم أنا كنطلبكم المسامحة، الله يرضي عليكم، سمحوا هاد البنت، الله يرحم الوالدين والله يرحم والديهم. وسير حموشي راه ديالنا، هو ديالنا، حنا ما كنعايروه ما كنقربوا ليه. ويوسف السي عادل راه ما تيعاير حتى واحد، راه قلبو زوين، راه قلبو زوين. وكنتمنى لكم الله يرحم والديكم جميع المؤمنين والمسلمين، الله يرضي عليكم والله يستركم، والبوليس كاملين الله يرحم والديكم، تعاونوا معها ومسامح كريم. وانا ولدي راه ما عرفتش الديور ديالكم، كون عرفت الديور ديالكم مشيت عندكم والله، تنمشي عندكم واخا انا عرجه نمشي عندكم بشويه بشويه تنقلب عليكم، تنطيح لكم على القدم ديال رجليكم. ولكن وليدي راه الله راه ما عرفتش الدار ديالكم، هذوك الدراري بوليس جوجكم راني ما عرفتش الدار ديالكم، الله يرحم والديكم. انا كنطلبكم راه عندكم خوتكم، راه عندكم ميمتكم، راه عندكم بناتكم، وعندكم كل شيء، الا ما عندوش غديروا. حسبوا هذيك اختكم الكبيره وحسبوا يوسف خوكم الصغير، راه ما كيدير والو هاد الدري، راه ما كيدير لا قرقوبي، ما كيدير حتى حاجه، غير هو كنا سادين عليه وخرج هكاك مسكين. هذا الشيء اللي كاين، ما كاين حتى شي حاجه. الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم. انا راه مريضه، ما نقدرش نهز الدراري ولادها، وما نقدرش نهز راجلها، انا انسانه مريضه ما نقدرش نهز هذا الشيء، ما نقدرش ولادي الله يرحم والديكم، لا ما غاديش ديروا على وجهي انايا، الله يرحم ليكم الوالدين. هذا الشيء اللي كاين. الكبده صعيبه، ومعلوم الكبده صعيبه. انت دابا حاسه بنتك راه في الحبس، وهي مسكينه كانت حاسه ولدها راه الناس شادينه وهو مخلوع، اذا احساس الام لا لا احساس ولي الانسان الاحساس راه الام راه شكل خر، راه الكبده كتبقى تزعزع ولا كتقطع، كتشوف ولدك كيتعذب ولا كتشوف ولدك كيديرها راه كتقطع، ولا بنتك ولا ولدك ولا واحد. وشوف واش ولدك لا مرض لك غير في الليل وما تلقيتش شويه بعيد بعيد عليك الطبيب، كيفاش كدير؟ خاصك كتبقى ترطى تصبح الحال عليك باش تركبو وديه للطبيب. اذا غير الامومه دارت هكا، وبنتك كي تتعامل هي مع المخزن هنايا ومع المسؤولين؟ واش ديما هي في المحاكم؟ واش وضحي لنا. لا ما عمرها كانت مع المحاكم ولا كانت مع، ها هما سيدي كلهم البوليس صبوا لهم عليها، ها هما الجدارميري كلهم صبوا عليهم، ها كلهم الدراك الملكي، ها جيراننا حدانا، كنا انسانه مزيانه بزاف، انسانه مزيانه بزاف، ما كتقيس حد، ما كتمس حد. خواتاتها اختها تعطيها، تعطي لمرت خوها، تعطي الناس اللي جا عندها تقول لي هاك. الخدامه الناس كيخدموا عندها نهار واحد،
كدير من 4000 4000 كتعطيها ليهم وتمشي. الخدام شرات لي حولي ب 40000 ريال ب 50000 ريال، وحنا شريت انا واقفه انا كنقول لك شريته انا ب 37 والخدام ديالها شراه ب 50. والله العظيم شاتو ليه وتتعطيه تكسيني بنته وكات كل شيء، ماشي زعما حنا كنكذب عليكم ولا شي حاجه، راه زعما الحاجه ديالها راه هي طيبه بزاف طيبه، وولادها مساكن تابعين لها بحال 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 اي حاجه. بينكم الدراري والله العظيم وانا عايش هذه الاجواء تنشوف هذه الجده وكتهضروا حنا في هذا الجو عائلي وكيتفاعلتوا مع هذه السيده، فحتى انا كتبان لي انا شخصيا كتبان لي ربما ضجه وانا تفاعلا مع الضجه وكيفاش انكم تفاعلتوا اخواني المتتبعين اللي وصل العدد بواحد الطريقه غريبه ديال بعد الاعتقال ديال مرت المولودي. لا بد انني باش نجي، وطلبا حتى من بعض الاخوه ومن عند المولودي شخصيا انني قلت والله حتى نمشي ونحاول نشوف هذه المراه شكون هي، لان الاغلبيه كانت تقول بان هذاك ولد المولودي. انا براسي كنت نتنبا غادي نلقى ولد المولودي، لان شفت المولودي كي تيهضر، المولودي كي تيدير اللايفات، كي تيخسر الهضره، كي تينفعل، نشوف ولادو كي دايرين. نعطيك الميكرو. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم خويا العزيز. يوسف. يوسف. انت ولد المولودي. ولده. عرفتي بانك درتي واحد الخطا كبير. كبير. وانا ما والاش بحال هكاك ملبولي زمان مشيني وقع لي شي بلاصه. بابا ملي عرفتي شكرا ملي درتيه كاع كبير وعرفتي به كبير، برافو. تنتمنى تكون رساله للشباب. انت فاش كتقرا؟ خديت الباك ديالي. علاقتك مع السوشيال ميديا كتبان انت في المواقع؟ لا شي خطرة بنتي في شي فيديو وتنت كدير بحال باباك، ولا انت شاد شي عالم اخر؟ شكون انت؟ ما كنبغيش نبان، كنستريس فاش كنمشيني لبنت بحالك، بحال دابا بحالك راه مستريس تقدر تمشي. ماشي ديال الكاميرا. لا ما كنتبنا تشال تمشيني انسان بحالك ما ندويش معاه، ندوي معاه غير هو الا دواني هو، من زعما نشوف فيه نمشي عندو ندوي مال. لا كنبقى بعيد انت على هادشي كاع ديال بابا. الطوموبيل كنخرج الليل بوحدي، كانت مشيني كانت ريلاكس سولاجا مواسعقة غادي مشيني. كتقرا؟ نجحتي هاد العام في الباك؟ نجحش. ايه وشرا لك باكات الطوموبيل؟ كنجحش وكنشرا لي طوموبيل، وكنت كانت هي اللي كانت عجباني ملي كنت صغير ديك البي ام. كانت الامنيه ديالك انها تشري لك واحد النهار تكون عندك بي ام. باك البالك هاد 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 البالك البالك باباك البالك هاد الامنيه شديتي البال عندو كلمشو. وشنو وقع؟ لان كلشي شتي يقول دابا انت قلنا بابا انت ولد صغير انت كتعتذر وكتقول درت خطا كبير كاع. وانا ما سبيتهم ما هو. شنو اللي وقع؟ كنتي غادي بالطوموبيل؟ اه كنت غادي بالطوموبيل، وقفت في حانوت تلاحوا عليا بلاك لا لبسه بلا والو، صافي تلاحوا عليا. انا ديجا كنت جريسيت وصافي مشيني ما تلاحونا نعلق، تهضرت بانوا لي بحال هكا قلت واش نحبس ولا لا. صافي كملت. ديجا تجريسيتي؟ كنت غادي نتجريس، مشيت تجريسيت دابا وقع لي واحد البلان. شكون؟ الصوت ما كاينش عندنا. نعم اخويا ما سمعتكش. عفوا اخوان. لا ما وصلتش 18 عام. هو الاخ فايت 18 عام. حتى ولد مولودي الصغير قال لي الشرف انني بغيت نبان، وبغيت حتى انا عندي ما نقول وعندي احساس، ولكن للاسف الشديد انا ما وصلتش 18 عام. شكرا. انت كنتي غادي عادي، انت شحال مره دزتي الحبس؟ عمري في حياتي. عمرك؟ لا ما عمرك تعطي في الصطافات؟ لان شنا دابا كيتفاعلوا البعض. انا كنت نضمك غنلقاك مخرط غنلقاك. لا مشيني انا ما عرفتش مشيني ضريف بحال هكا. ما فهمتش انت والو. والو ما لا لبسه لا والو، تلاحوا عليا صافي مشيني ما عرفتش من دير. انت قلتي لي تكريسيتي ولا بغيت كانوا كنتي غادي تكريسا؟ كان عيط لي واحد الدري شي مو داك الشيء بحال هكاك عيط لي مشيش، كانوا شي بزاف شي لاشين واحد كدا صافي بحال هكا. الطومبو دابا تلقاها مضروب، كندور بحال هكا كان معايا واحد الدري عشيري كان تشوف عندهم شي حاجه بلاناش بيناتهم، تا كبانوا لي كلهم جايين بغا يطر الطوموبيله اللي كدا صافي. هادشي قبال من النهار ديال المشكل؟ قبال. كانت بهوني شي ستات الماطر. علاش ما مشيتيش عند البوليس وتشكي؟ مشيتش عندهم، مشيت للقصبه. قبال هادشي كاع مشيت راه كاين كاين ديك راسنا مشيت للقصبه درت الشكايه ديالك. درت شكايه صافي بحال هكا.
بقيتي رد البال خايف على عندك عاود يخرجوا في شي قاص عاود خرجوا ليا وشاني مشيو هما خرجوا ليا شي جوج موطر منهم صافي بقنا طرارك صغير عارفه على فيل المدينه صافي صافي كنت سونتر فينيش في الليل تشكل القامه وشاني الله يسر صحابك انت راه هما بغيتي تهرب ولا بحال هكذا ولا شنو لا ديك الساعه توقفوا عليك البوليس ديال وقفوا عليك البوليس البوليس وقفوا لي المره وقفوا لي وهربت لي المره الثالثه حشوه صحابني هما نيش عاوتاني فهمتوني ما تعرفش شكون هما شوف 30 واحد غيجي غيكريسك راه بان لك صافي تنوى مع كل شيء ديك الساعه اي واحد غيجي يتلحى لك عاد تكون ريكسون ديالك هي انك تهرب ماشي دابا شنو بغيتي تقول للبوليس انا كنعتذر على داك الشيء اللي درت الطريقه اللي دويت ولكن راه كنت مع اصلا ما درتش والو ما دابس معايش ما والو هكا كانوا كيدفعوني ان في الضيقه كنبقى شي ضايخ الفيديو كيشوفني غير ضايخ كنشوف كذا كذا ما فاهم والو صافي جبني الوالد كيدفعوا فيها صافي انا تعصبش بدا كيدفع فيا كلشي بدا كيدافع صافي اصلا الفيديو ذكر مقطع واخا نقولوا ما مقطعش راه ما كاملش كاين واحد الصلافر ما بينوش واحد شكون كيسبني شو ما بينوش اي ربما لقطاش دات تبغي انت الرساله ديال تبغي انت شي واحد يتعدى على رجال الامن ما بغيت واحد يتعدى على رجال الامن ولكن شو مرات تمشيني راك جمع الوريد بنص بغا يجمعني انا بنص وجاهم ماشي اربعه ولا سته وشدينا انا هو ولكن راه واش انت تبغي واحد انه انا رجل امن تيدير خدمته تبغي واحد انه يجي ويعنفو احنا ما جيناش وعنفناهم انا كنت انا في قبل ما تجي الوريده كنت جالس بوحدي فعارف هما معاهم نيش حتى الطوموبيل جالس كنهضر معاهم عادي قال لي سير ورق الطوموبيل مشيت فحال كنقلب ورق الطوموبيل رجعت صافي كندور كنلقى الوريده جاج جاج هما يشدوني دابا هذا السبب د هذا الشيء كامل ان البوليس وقفوك وهربتي لهم شي سيمانه قبل وهربتي لهم اذا شنو هي الرساله للشباب الى وقفوا البوليس شنو خصو يدير من بعد ما كتشوفها انت خطا صغيره انت شوف فين دابا صدق شنو الرساله ديالك للشباب الا وقف هذاك شي بوليس اوقف صافي جينا اصدق ضارب شي واحد ولا قاتل شي واحد وشحال من حاجه فهمتني فحال كان وصلت صدقات دخل الوالدة الحبس غير حيت تخلعت عليا صح الله يحسن الاول الله يحسن درس خديتيه في حياتك درس كبير درس كبير عشتي انت وماماك في حبس واحد قاصحة شي شوية بزاف خطأ صغير شوف إذن حان الوقت أنك شنو الاعتذار للأجهزة الأمنية وشكرا لك بأنك قلتي في الأول ديال البرنامج أن خطأ كبير عشان البوليس دائما كنوقف ليهم دائما عندهم اللبسه ماشي عشان ما عندهمش اللبسه في الصباح كيكونوا باينين ديك الساعه مع داك الشيء في الليل ما درتش ما تلاح عليا فهمتي انت ما عرفتي بحال واش ما درتش بحال هكا ما درتش تلاح الطوموبيل صافي فهمتي علاش هاد الضجه كاع وقعت وتنشوفهم شحال من واحد كاع كي 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 ينوض ويهاجم رجال الامن ويدير روينه وهاد الحاجه اللي مرفوضه علاش دابا هاد الضجه انت شنو هي اللي علاش هاد الضجه وقعت؟ وقعات حيت دابا الشاب صاب لهم باللي انا والوريده طالعين بحال هكا كنسبوا البوليس ما عندناش معاهم ما عندناش واش قول للمغاربه شكون انت؟ واش تسب البوليس انت؟ لا ابدا عمري في حياتي سبيت البوليس اصلا عمر داز المينوط في يدك؟ لا والو كاع تعرف اش دار لي حساسيه تنفخات عليا عمرك اذا انت ماشي دير هاد الشيء كاع واش انا دابا الشباب تيتهور بالمغرب؟ لازم في السيلون كنت كنتخنق تمشين وما شتي خطا صغير شوف اشنو عطى سميت يوسف خطا صغير ماما غدابه في الحبس انت دابا تجلس وتقول انا سبب ماما كيطيحوا عليا الافكار هذوك تمشيني كنبغيش نفكر فيهم فهمتيني ما كنت لان عاد خاطر تفكر فيهم واش هما ما عمرك انت تحدثتي للبوليسي ولا شي حاجه الاحترام متبادل شي لا لا عمر هيش علاش نتحدى البوليس ما عندهم كل شيء يقدروا يجبدوك في ما كنتش ما عمرك تحدى البوليس شنو بغيت تقول لبعض الشباب المتهور اللي بصح شناه تيتحدى البوليس وتي وربما شتي هذه الحاله شنو بغيت تقول له تجيبها في راسك وصح لا تحدى حتى شي بوليس مش حدى هو قال لك حبس حبس قال لك سير عطيه وراق عطيه وراق صح مولي قال لك ديرها وصافي انت تمشي كالم هما ما غايشدوكش انت ما تشدهمش شي واحد ما يضرب حد وصافي غير كيديك معاهم صافي كيتاكدوا منك كدا كلشي مزيان صافي كيخليوك تمشي داكشي حاجه تما كيريقلوك كيخليوك تمشي هنا واثق في راسك وداكشي صافي ما البوليس راه هنا ماشي تمنيتي ماما كتخرج تمنيتي قولها شنو الاحساس قولها لخوتك والمسؤولين
كنتمنى الوالدة تخرج بأسرع وقت ممكن، حيت أصحاب لا ماما عرفتي كنحس فين السبب، كنحس أنا السبب ديالها. كتحس بحالا أنت السبب ديال ماماك؟ كيداش ديك الليلة أنت وماماك في حبس واحد، كنتو كلها في جيور ولا شنو؟ هي كانت في جيور ديال البنات وأنا كنت في جيور ديال الدراري، وكاملين في غرفة وحدة وكنمشيين مفارقين، أربعة سنين ونحن مفارقين. دازت ليلة قاسة. شي زرق الزيج والضم كيطفاش و شي سكران شتي خطا دابا خطا صغير خطا شي سكران شي ما نحسيش وماما حتى هي الله يحسن عليها انا حسيت بها هي راه كتشرب الدواء راه راسها ضرا راس خدمت لهم تما شي اربع المرات جاب عندنا في شنو الامنيه ديالك تكبر فنان بحال باباك؟ لا ما بغيتش نكون فنان، داك الشيء فهمتيني كنعرف ما كنبغيش نبان ما كنبغيش نشهر ما كنبغيش كاع يشوفني شو كنبقى دايما من راسي بيني وبين راسي بيني وبين صاحبي كذا صح. اصلا صحابي ما عنديش بزاف، عندي جوج جوج ثلاثه كنخلي السيركل ديال صحابي صغيره خلي السلاح ديالو كنمشي ندير هذا شكون انت شنو عندي تسجلت في مدرسه في اسبانيا غنمشي نكمل الفارماسي ونكمل ان شاء الله ندير لابوراتوار خمس سنين ثلاث سنين دابا تسجلتي في شي مدرسه اسبانيه باش انك تمشي دير قول لي وقول لي كل مره باش كنت مزيان مزيان هذا الشيء اللي تنشوف ما كيأثرش عليك هذا الحماقه ديال باباك وهذا السبحان وهذوك الله يبات ولا كتشوف داك الشيء راه كيأثر عليا يعني مازال ما عندوش كاع حتى مع لا ما كاع خلقا كاع راهم في يدي قوي علاش كيقولوا لك هنا في الدار العميق كلهم تيقولوا عيط حيت ما كندوي مع التواهل فيهم السويش هما عطاني كندوي صافي كنبقى في بيتي ساد دارير الباب لو بغيت نهبط كنهبط بلا ما يشوفني حتى واحد ما يسمعني حتى علاش كدير حيت ما عرفتش ما كتكون ما كنبغيش نسول بنادم كنبغيش بنادم يسول فيا. ديال المدرسه ما كيخرج لينا كامل غير البيسي و الدار وصافي ماشي معقد راه غير كنبغي نتسولاجا مع راسي كيعجبني نفكر مع راسي احساس زوين كتبقى مطلوق حتى واحد كيشوفك حتى واحد محاضر كتمشي كتحس خالي فهمتي خفيف ما عمرك بنتي انت وباباك في شي فيديو ولا في شي بصاره ولا شي شطحه ولا ما عنديش كاع دابا انت مع هذا الشيء ديال البلوكاز ديال هذا العالم كاع ما عندكش معاه لا يلا قول لخوتك المغاربه اللي النهار الاول صحابو مراكش مكار ومخلط وهادي قول لهم شي قول لهم راه ربما تبعتي بزاف قول لهم شنو نقول لهم ما كنعرفش ندوي شنو نقول قول لهم عضيتو فيا اييه يدير ولد عادل كيما تنشوفو عادل واش قريب عادل عيط له عافاك إذن أخي المتتبع هذا هو ولد عادل المولودي وهذه الحقيقة ربما إخواني تلبية الطلب ديالكم حاولت لأننا أنا بيني وبينكم تنشوف ديك الجرأة دي عادل وداك تخسر الهضرة وداك الأعصاب ديال عادل والروينة الكحلة تنقول ناري غادي ندخلوا غادي للقروين ولكن مادام أن عادل المولودي اختار في واحد التصريح إخواني اللي توصلت قناة شوف تي في بيه تيقول لك أنني تنمتنع باش أنني ندخل نعطي شي تصريح حول المعيشه ديالي بغيت خويا والمبعوث ديال قناه شوف تيفي انه يجي وكان بطلب من الاداره العامه انني نلتحق ديال الاداره ديال شوف تيفي نلتحق هنا في الدار ديال عادل الميلودي اللي تحلات الظرف ديال اكثر من 24 ساعه حالت عائله عادل المولودي وهو الشاب ولد عادل المولودي اللي ربما كان مثير للجدل والكل كان تيتخيلو كيدير واش مخرط من هنا او لا بحالو بحال اي واحد ربما طيش وهو قبل كاع ما يبدا قال لك اعتذر انا درت خطا كبير واش تقدر انت انك تضرب رجل امن؟ ما نقدرش واخا نجي نضربو راه كبير علي راجل كبير انا اي واحد كبير ما غاديش نسبو راجل كاع كبير انت وما تضربوش بقى غير واحد كاع بوليس بعيد انت على هادشي باين انا حتى بنادم يسبوا ما يضربوش ماشي حتى يسبوا يعني ما يقولش لي شي كلمه ماشي كلمه باش يهدي اذا نخلي ولد عادل المولودي لان بعيد هو ولكن تلبيه للطلب ديالكم فالحمد لله هو الباء طالب تنتمناو له التوفيق اللي تنتمنى الحمد لله انه دخل وراه مسجل في شي احدى المدارس باسبانيا من بعد ما ان نجح بالباك بواحد المعدل اللي شرف با تيقول لك انا ضربت تمر على ولدي الامنيه داك الشيء اللي عشت من تمر في حياتي ما يعيشوهاش والي كيفاش في الطوموبيل؟ واقف فوري انت واحد الشيء مازال عزيزه مازال كنت كنقد فيها النار نار نيكتا شحال دوزات عندك؟ كامل شي جوج سيمانات الربعه يلا فيها الريحه
فيها الريحة، فيها الصوت، فيها كلشي. درتي لها ستوبات. الصوت فيها الصوت. الصوت ديالها. يلا باغي تفركس. كيفاش؟ إيه دابا المكتاب. المكتاب. شوف بابا نو ربما الله سبحانه وتعالى أن أعطاك صافي الحاجة ارتاحي، أعطاك هاد الشيء لأن نجاك من شي فضيحه اللي كتكون كثر، ربما كنتي غادي تموت، ربما كنتي غادي تبقى دير داك الزيرو وتحت شي كاميو، ربما غادي تسبب في حادثه كبيره، ونظرا ان باك عنده قلب بيض كتب الله ان البوليس يشدوك. انا ما كنكتبش وغادي يعطيها الله حتى واحد الدرس هي وباك، لان بي ام قاسه عرفتي، بي ام وداك الزيرو سلامة. كره الحلم ديالي هذيك البي ام عادي الولد يخليه عاوتاني هو ولده نسى دابا باك شوف عادي الولد اش بغى يقول عاوتاني ملي بان ولده ولاول مره في سميتو. انا بغيت غير نوضح لخوتي المغاربه لواحد القضيه باش يعرفوا بان الولد اللي كنت كنهضر عليه ماشي غير كنقول عليه، هو قدامكم فهمتيني، دري الله يعمرها دار ما عندوش المشاكل، ما دري زوين مؤدب ما شنو ما يعني علاش انا طالع لي الدم وكيطلع لي الدم اللي كنشوف يعني رجال امن، رجال امن خوتنا كنموتوا عليكم يشدوا الدري داك الطريقه، غير فهموني راه خوكم يعني راه حشومه داك الطريقه هذا صاحبي، انا غير شوفوا انتم دابا انتم تخيلوا معايا خوتي المغاربه خوتي خواتاتي المسلم، تخيلوا معايا دابا هذا الدري شنو الذنب ديالو انه يسدو خمسه ويورقوا عليه ويبغجوه؟ راه خمسه فهمتي؟ خمسه واحد مو فهمتي يعني ما هو شو واحد عامر ولا ديك الساعه يجيب 20 راه نورمال يكون بصح انا يعني واحد صغير شوف غير ولدي لك واحد القضيه غير هما على حسب الدراري ديال الامن هما راه لمصلحتك، انا نقول لك اللي كاين انا معاهم في هذه القضيه راه ماشي ضدهم انا راه ولي علاش لمصلحتك، لان هما علاش كدير انت الزيرويات؟ ما كندير الزيرويات لا انت كدير زيرويات يا ولدي انا راه شوف لا راه بصح انا راه ولد المغاربه هذا راه ولدي راه ولد المغاربه هذا ولدكم اخوتي هذا راه ولدكم نتوما حكموا كيما بغيتوا راه ولدكم تبيع راه انني صعوبه باش انني احاول باش يخرج هذا الدري في السوشيال ميديا هو من البارح وانا كنطلب فيه من البارح زي البارح كان عاوتاني عادل ولدك هذا وخوتك هادو كما قلتي والاعتذار كما قال انه ارتكب خطا قال كبير نيشان لان تيبان صغير ولكن شوف المآل ديالو هضر مع ولدك وراه بحال ولد المغاربه هو دابا انا هي دابا هو ولدي رزاك بالخطا الخطا وخطا كبير ولكن هو ولدي ما كانش عارف بان هذا فهمتي يعني غير هو انه ما كانش عارف ولكن هو في الاخر كيقول انا اللي ارتكبت غلط ارتكب غلط غلط كبير هو انه هرب لرجال الامن لانه قال لك ديرها ما كانش عارفه وبصح والله ما كان عارفهم لان قبل من هذوك كانوا براكاو شي وحدين بغاو يكريسيو جوج مرات وعندي الديكلاراسيون ديالهم قبل ما تكون الديكلاراسيون ديال 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 الطوموبيل هذا هو الواقع إذن هاد السيد اللي هرب على الاخرين كيسحابوا هذا عاق عليهم وهما بلاكا ولا النمره كتبوا عليهم بس تبقى بقى دري روشيرش السيد واقف هو وخوه كي حدا واحد مول الحانوت تجاو عديل هادشي راه جبدناه البارح وعطيناه وإلا غير لا بغينا انت وولدك وتنشوف بان فرق كبير كي تيهضر عديل وكي تيهضر ولده بجوج ماجي ولادي بجوج هكا هضرت وما يهضروا هضره ثقيله وهضره في محله فهمتيني يكذبوا وكل شي واحد فيهم والله ما نهضر مع حياتي كامله فهمتيني ما يكذب عليا حتى واحد وكنقول لهم هاهم يكذبوني بجوجهم الا عمرني قلت لهم النهار تكونوا غاديين قولوا لي فين غاديين اي بلاصه مشيتوا عبق انا لا لا بق دابا المشكله هو كيفاش انا ما عرفتش بان ولدي بحال كنقول ولدي روشيرش من عند الناس ديال لابيجي بانه هرب اليوم انا ما فراسيش واقسم بالله اسمع 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 شنو انت ولدي؟ انا براسي ما كانش بدي على بالي انا روشيرش قلت لك انا براسي ما كانش على بالي بلي انا روشيرش انت باهي في خبرك تاع حاجه لان مرت شوك هو لي ديك الساعه شوك هو لي كان في الصباح كان طريق عامره حيت بصح كون هو عارف راسه روشير لان الا قالها لك اش غادي دير؟ انا غنمشي عند البول انا غنمشي عند خوتي هذوك انا ما غنمشيش عند خوتي ونقول لك راه ولدي خوكم انا وهذاك ولدي عاد ولدك دار ودار إيه خلص اخويا خلص شنو دار الفلطه ها هي الغلط ها هو كل شيء معزاز مكرم راه ولدي اصاحبي واش انا كنتقاتل انا على ولدي وعلى بلادي راه ما كنتقاتلش على شي حاجه واحده اخرى الوالدين مشاو الله يرحمهم صافي راه حنا ملي غنمشيو بغيت هاد السيد يكون كاين بغيت يكون راجل انا كنهضر معاه من الاخر
فهمتيني انا داك البساله وداك الشيء كان هذا انسان كيعرف شنو كيعرف كيعرف انه مقابل البيسي ديالو باغي يعيش قال لك سيدي انا الامنيه ديالي تكون عندي بام قلت له ولدي الامنيه ديالك تحقق معزاز مكرم في عندك المشكل لان انا راه ولدي راني رباه فهمتيني علاش انا لقيتيني قبيله من فعل وطالع لي الدم وكنبكي كنبكي على من على كنشوف داك الحاله اللي داروا لي الدري بقى فيا الحال فقط فهمتيني ولكن ولدي كما كنقول لك انت دائما دابا دابا انت شوف انا نهضر معاك انا بوك وانا دابا انا نولي انا هو العقاوي دابا دابا انت علاش صيفطتي امك للحبس؟ ما صيفطتهاش للحبس راه غير كنت جالس معاهم شي بدا كيجبد شي صافي راك عارف من انه كيجي شي تليفون صور صافي وصلوا لهم الفكره غلط وصلوا لهم شحال من حاجه غلط شحال من حاجه ما بيناش هو انت هضرت كبيره دابا دابا شنو كتقول بالنسبه للام ديالك كيفاش بالنسبه لك انت دابا هضر معايا هنا واش بقات فيك واش انت ما شنو بقات فيا بقى في الحال بقى في شحال من حاجه من حقك اودي بقى في الحال وقف الوليد هو ثاني والبوليس المهم شي كيجيني كلشي مخربق لحد الان باقي ما عرفتش شنو كيفاش ما فهمتش ما عمرك شديتي انت ما ما فهمتش راه بزاف ما فهمتش راه اقسم بالله اخو اقسم بالله خوتي المغاربه كيهضر كيهضر هكا راه هو هكا داير راه هكا راه شي دابا انا ما نكونش تلاقى مع شي واحد راه هكا داير فهمتيني راه ما والكذوب راه اقسم بالله واحد اللي يكذب فهمتيني واخا ديروا اللي درتو راه الكذوب ما كاينش كذوب ما راه والله لا كذبوا تيبوهم راه ما كاينش كذوب راه نيشان راه حنا هكا دايرين من عند الله ولكن خوتي العزاز الميلودي حل لنا الدار ديالو وحل قلبه هو لاول مره حتى ولدها هو خرج فما علينا الا اننا خوتي العزاز اول مره واخر مره هو تيعترفوا مازال تيقول اول مره واخر مره وهذا درس حتى لوليداتنا هذه الحقيقه هذا درس لاي واحد تنشوفوا شحال ديال المآسي بهذوك المطر كنشوفوا هذوك صحاب الزيرويات شحال المآسي تصور ان وحدين كانوا في النواحي المكناس كيديروا هذا الزيرو بلي بي ام وواحد باه فلاح عنده بيكوب وتا هو مسكين هز صاحبته وحده نيشان جا بغا يدير الزيرو عرفتي بالبيكوب والله الا بالمناشر باش جبدوا لي سابور بومبي شحال بحال بيكوب خاويه لاحتو كاع اذا شنو هي النصيحه راه كاين البلاصه ديال الدريفت راه شنو فاجئت الامير مولاي عبد الله شجلوا الى هو مبلي بهذه البليه هذه راه راه حتى خويا انا كنقول لي دير اللي بغيتي سير راه كاينين تيتسوراو تما عمر قلت لي هاد الجمعيه هذه كاينه شي نهار قلت لك انا لا انا ما كنتش عارف اللي تجمعيه ودابا نيت ها هو الا مبلي انت بهذا الدريفت علاش ان تغامر بحياتك وحنا درنا خطا لان البي ام هذه وجهد والصغر وراه حتى انا غادي ندير ديك الزيرو غير كنا حنا تنديرو في فرنا اذا كتعتذر رسميا كنعتذر عندنا المغاربة على الفكرة الغلطة اللي داو عليه وكنعتذر للمخزن مخزن فوق راسنا وغلط كبير بصح غلط كبير وغلط والوالدة ديالك شنو الرسالة اللي بغيت تقول لها وهي راه في وسط الصوار وغادي تخرج وغادي تشوف هذا الفيديو ما كرهتش بعدا تكون خير على بخير وتخرج بأقرب وقت ممكن فهمك عزيز عليك ما عمرك نعستي بلا ماماك في الدار وباقي حتى دابا باقي ما جهينيش الناس وعين حوري ماماك شي حاجة الأم شي حاجة ضراري راه كيقول لك امك تم امك تم امك تم ابوك تم امك الله يرضي عليكم ختم مع الله وانا هو اللي داير ما مزيان تم ابوك تم تمسخات ودابا شنو عاوتاني راه دابا عاوتاني تم امك توعد ابوك مسكين هاد ابوك وشوف اخويا امك الا كانت هي حملتك تسع اشهر فابوك يحملك الدهر كله فهمتيني هو هذاك الشيء ديال الله شاف امك وانا واحد الانسان معاك اولدي راه امك ثم امك ثم امك ثم زوجتي هي امك شوف دائما مع عادي المولودي راه العلاقات وخاصه المباشر العائله في جامع البلا مع فوزكا كلشي ديال الله عادي قبل ما نسالي وغادي نعطيك واحد السؤال وغادي نعطيك حتى المغاربه دائما تبادر واحد النهار انا بوحدي في الدين ديالي شكون هي المراه اللي الا درتي لها بالراي والله حتى توصل المراه اه اخواني المغاربه هذا السؤال يلا وتنشوف شكون اللي جاوب لان هذا تبادر واحد النهار غير بوحدي بقيت نفكر شكون هي المراه سؤال باش انا نختموها والله يطلق صراحه هذيك السيده وهذا هي الحقيقه ديال هذا الميلودي وهذا الميلودي واخوتهم المغاربه ولكم الحق في التعليق شكون هي المراه اللي لا درتي لها بالراي والله حتى توصل هي مرسي
المهم انا داول لا تقدر هذيك عرفتي انا مرتي درت بالري ديالها وصلت من الاخر كاين اللي تيدير الري ديال المراه تيجي للرب عرفتي حيت واحد الاغنيه عندي كتقول في خاطر كاع فات كتقول لي شنو هي الله يزيد واحد المهم واحد المسائل زوين يعني كتقول اجي جنود الخفاء انت تجاوب اجي اجي برا والله العظيم اجي خويا عندك اوتي خويا اجي اجي خويا اجي لان جالسين في جو عائلي ودافيز دافيز المغاربه ها الميلودي ها جدار تمرتو ها الركل انا اللي عليا كلشي ها الميلودي كملوا انتوما جويرا شكون هي المراه السؤال تاع المتتبعين شكون هي المراه اللي لا درتي لها بالراي والله حتى توصل والمراه جائزة اللي غادي يجاوب انا تنعرف واحد السيد صاحبي كان مدوز معايا شحال هادي هو وخوه واحد كانت حاكمه فيه المراه وواحد كان حاكم في المراه وديما هذاك اللي حاكم في المراه تيقول لي خويا ماشي راجل خويا ماشي راجل دازت واحد المده طويله وخرجت انا شي 3 سنين وانا نتلاقى بهذاك اللي كان حاكم خرجت من الحبس لقيت بهذاك اللي مدوز كان حاكم في المراه لقيته مسكين في واحد الحالة كله مخطط ما عنده تاريال ما عنده ما ياكل ما عنده ما يشرب وهذاك اللي كانت حاكمة فيه المرأة لقيتهم فطاح وبخير عليه والديور وكل شيء عنده بخير وراه بنادم راه باش يستافد من الحياة وراه هذه هي الحياة حنا كاع اللي شفناهم كانوا مزيرينهم العيالات راهما بخير اذا غير يتزيروا يزرون الحياه بيني وبينك بيني وبينك انا الميلودي قبل دابا انت راه صديق ديال الميلودي الميلودي قبل ما تزيروا المراكي كان ضايع كان غادي هاز الفلوس في البونتاغون وغادي وتيخسر كان بحال داك مول داك اللي كان حاكم المرا كان بحال هذاك صاحبي شوف نشوف راه بغى يهضر شنو قلت لك باللي الراجل والمراه كيكملوا بعضياتهم ماشي تكاملوا خاص برا يكون تكامل لا بدا اذا تكاملوا مع باباك تكاملوا مش كامل هنا هو الميلودي وهي العقل العقل هو ما عندوش واش عنده العقل ولا تيبان ليش يهضر لا فوقيته المعقول راه العقل تبارك الله عند عادل راه ما كاينش شكون هي المراه اللي الا درتي لها بالري والله حتى توصل غنشوفوا الاجابات الام الجواب خطا الزوجه الجواب خطا شكون هي المراه اللي لا درتي لها بالري المولود راك انت مول النقايم زعما وديك باب الله جبد لنا هذه مي ولا انا عارف المراه راه زغي المراه تيقول لك شوف المراه شوف المراه اللي كانت بسعده عرفها مكمله شكون هي المراه اللي لا درتي لها بالري والله حتى توصل الام حتى هي الجواب خطا لان ما من مره الام الله يحسن العوان بالكبده كتصيفطك شي هبطه المراه اللي باغا لك الخير اذا هي المراه المرمره خطا فعلا هذه الحبله شكون هي المراه اللي الى درتي لها بالري والله تتوصل اذا في انتظار الجواب ولا احد غادي يقدر يجاوب واتحدى انني نلقاها فاري جابها فالفنان واش فنان يا يا حبس ايمان عرفتي بشحال من السلام عليكم السلام عليكم شكون انت اخويا انا عبد ربي خير القريطري الهيت انت مغني ديال الهيت قالوا روا ديال الهيت ديال الغرب ولكن اسمح لي غنتسرع دغيا الله يستر عليك اولا تنحيي المغاربه كاملين وغبرت عليكم شحال هذه وراكم عزازين عليا وندخل نبدا من الاخر باش الاول يجيب واحد دغيا دغيا انا عايش مع هذا السيد هادي الميلودي صافي ديزاني كنجي عنده هنايا وتنجي وما تيسيقش لي الاخبار بزاف الناس بان راه كنجي عند هادي لان صديق ديالي اسمح لي الاخوان غير جاوبوا على السؤال جاوبوا فيه روشارج دحامي هذا كادو ديالي انا غادي نصيفط الروشارج اللي جاوب فوالا كادو ديالي وعطي الروشارج بشحال 10000 ريال ايوا 10000 يلا روشارج شكون هي المراه اللي لا درتي لها بالراي والله حتى توصل دابا نيت واش جاي تجاوب انت تديها دابا نيت غادي يقول لها مشاورين والله لا جبتيها حتى انت شكون هي المراه اللي لا درتي لها بالراي والله حتى توصل انا كاع حلفت يلا نشوفوا الاجوبه لا ما عرفتش ها والو كاع الدراري الدراري ما يمكنش انني نقول ان تنتحدى ما نعرف 20000 واحد ونقول ان شي واحد يلقى هذا الجواب لان هذه التبادرات غير والبالحين في الراس عادي والله الا لقيت ديك المره داك الشيء بزاف ديال الله في نوصل تسمح لي يا استاذ نشوفوا نخليو كثر تفضل نشوفوا نخليو انا دغيا باش نخليكم في راحتكم شنو هي الحاجه كمل نكمل بالله تيبغات الحاجه تجاوبنا حتى هي ربما عندها
الجواب واخا وحنا في هذا الجو العائلي. تفضل خويا كمل. كما قلت على عادي الميلودي وولادو وكل شيء وسيرتو ولادو ما كنعمرش معاهم بزاف، كنعمر شويه ياكل لا. انا قلت دابا انايا تجيبوا لها هديه طوموبيل ودابا كيكمل لنا دابا بلاتي نكملوا الموضوع باش نسمعوا اشري طوموبيل ولا الشافور صلى في الدروج اش قال طلق اللعب وي ولاتي انا شكون هي المراه؟ شوفوا باش عاوتاني نوضح لكم اكثر، ومراه هي ما كاين لا طوموبيل لا دار لا الزمان، مراه واحد السيدة اسمح لي يا عبد خويا فريد لقاطعتك راه انت راه الشريف ديالنا والله كون ديروا لها بالراي. لا انا بصراحة بغيت نقول دغيا سير قول 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 دغيا دغيا حيت راه حنا في موضوع كانت خايزة انا راه المدرسة خطأ جدة خطأ حاويش يلعبوا خلي خويا فريد. المهم انا باش نختم المغاربة كما قلت شحال هذه ما ظهرت وتنجي عند خويا عادل وعادل تنعرفوا سنين هذه وهو عارف عادل عارف بان فريد القنيطري ما تيدخلش في هذا الشيء نهائيا لا من هنا لا من هنا لا من هنا لا من هنا كاينه ولا ما كايناش. هذا هو الفرق كلام حقيقي. تنجي عند عادل وداك الشيء ديالو الشخصي والكارير ديالو انا كنشتغل معاه في الموسيقى في التلحين في الكلام في الافكار في كل شيء ولكني انا الطبع ديالي في عائلتي ولا هذا وسيرتو عادل مشهور ومعروف وداك الشيء ما تندخلش في الـ في الـ في الـ في الحياه ديالو نهائيا. تنتمنى ليه حتى هو كمغربي حتى هو ابار فنان والمغاربه كاملين باش ما يوصلوش لهذا النيفو هذا اللي يوسف هو راه غير جون حتى هو بحالي حتى انا كنت جون حتى انا درت الزباير كلشي دار اللي ما دار بزاف دار شويه وهذا الشيء اللي كاين. والقصه ديالك اخي عادل بشحال هذه وقبل منها وديال داكشي اللي شفنا والصراع ديالك وداكشي واش انا عمري دخلت؟ وعمرك ما تدخلتي وما انت ما عندكش وانت بعيد على هذا الشيء بعيد من شحال هذه شحال ودابا بغيت نبعد. لا بلاتي 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 تمشي شنو انت فنان ديال اش؟ جيتي من اش من جهه؟ دي مزيان مزيان اخويا لا لا هذا فريد القنيطري معروف بملك الهيس هذا هو الفنان اللي كان دار واحد كليب فيديو نقز من واحد القنطره الاغنيه سميتها عواد اعواد. فريد القنيطري عنده صيت زوين هنا في الغرب كامل يعني الغرب كامل كيعرف وكيستعرف فريد القنيطري. فريد القنيطري مسكين غبر على الميادين مشى حاش عيط له الدم في هادشي كامل قال أران أمن المستقبل ديالي مشى لفرنسا تماما بدل الحياة ديالو كاملة سالة من فرنسا باقي ساكن في فرنسا ولكن جاي دابا يبدا من جديد والحمد لله وجاي قوي وأنا على يقين بأنه جاي قوي لأن واحد الأغنية سمعني بالكلمات ديالي الألحان أنا وياه هو أداها بواحد الأداء غرباوي هيتي ولكن طريقة رائعة كنموت على خويا فريد شوف قالوا لك خويا قال لك ملي هديتي له واحد الأغنية ديال داك الهيد ديال ما نعرف حتى دابا ها؟ لا 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 بعيدا على المشاكل شي دويزك شي دويزك شي دويزك شي دويزك شي دويزك يلا سير أسيدي عواد عواد لا فاطمه طالع الدم راه ديال الدار ديال الميلودي اختار طالع الدم اختار نبكيو على المرا اختار نشوف شكون فاطمه يا فاطمه وعليك نموت وعليك نموت فاطمه فاطمه وعليك نموت وعليك نموت اه يا امي 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 وعليك نموت العز المغاربه وليكم عائلين كاملين مازالك خويا فريد وخويا عادل. نرجعوا للسؤال ديال الحلقه وحنا في هذه الاجواء شكون هي المراه ليلى درتي لها بالراي والله حتى توصل ايوا راه هذيك الحضره اللي بغات نقولها هي بغيتي تجاوبينا الحاجه المراه هي اللي كيثق فيها راجلها وكيدير بريها هي هذيك هي المراه وكترجع الراجل الراجل هذيك هي المراه شحال وحده تثق فيها الراجل وصيفطاتو للحافه ايوا الله اعلم ما فيش نية والله يسهل لا صافي ايوا بشحال من وحده كحلاتها واش كاع اللي تقوا في العيالات وصلوا لا قليل قليل يا قليل قليل كيف عادل مشى مع هذوك الهاويه ولا لا مشاش مع الهاويه مشى مع اللي نجاو مشاو اللي نجاو نجاويه وعلاش دابا العيالات شي اختار تيخويو بالرجال هو ما شي بنات الاصل ماشي بنات الاصل
اللي كتولد مع جوج ثلاثه وتخلي راجلها وتمشي راه ماشي بنت الاصل هذه. وشكون هي المراه اللي لا تقتي فيها والله حتى توصل هي ايمان؟ إذا الجواب إخواني ولا جواب صحيح. الأم خطأ، الأب، الجنة خطأ، كل شيء خطأ. مرة واحدة إلا درتي لها بالري والله حتى توصل. عرفتي شكون هي؟ هذيك اللي تتهضر في الجي بي إس. والله ديك اللي تتهضر في الجي بي إس هذيك تدير لها بالري. شتي خيري والبارح طلبت في كازا كاينة ولا ما كايناش؟ هذه بوحدي والبارح فتلفت في كازا وتنقول شوف هاد السيده خيرها كي داير تك 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 غير سمانيت عاوتاني قلت شتي هاد المراه والله اللي دار لها بالراي حتى يوصل. اما شي مراه غرا ورد اللي قدوني يلا خويا العزيز تبارك الله عليك. اذا المراه اللي هاك الجواب ديال هاد واش الجواب ديال هاد لا الجواب ديالها لا في البلاد ما حلو ميشا جواب في محليه. يلا خويا عادل هضر مع خوتك وتصافط مع خوتك وحنا في هذه الاجواء. لا لان جانا خوتي المغاربه الموت عليهم عارفين شنو كاين. حنا الحمد لله بخير انه على خير لان فهمتيني اللي ملي كتكون القضيه الحمد لله كما كنقولوا الضحك. انا كنشط علاش هو ولدي حدايا فهمتيني يعني وكيبقى فيا الحال ملي كنتفكر شي حوايج فهمتيني هذاك الشيء كيبقى فيا الحال. هذا هو الواقع هو كاين ليسونسيال في الاخر هما الحمد لله هو ان حدانا وليداتنا ما عندناش كران ديال ايمان مسكينه راه حنا كاملين المغاربه كاملين ان شاء الله الرحمن الرحيم كاع كنطلبوا للسيده لان هذاك كنقولها وكنعاود نقولوا هذاك انسانه ما دارتش الغلط. الغلط اللي دارت هو انها ام. هذا هو الغلط اللي دارت انها ام. صافي شنو دارت هذه السيده هذه دافعت على ولدها كتسمى ام. هذا هو الواقع. اذا علاش هاد شي وحدين يحقدوا عليها ومسكينه هي ما تستاهلش يحقدوا عليها دابا ولادها وليداتها واش السيده ما مخرجه ولاد ما عرف شنو كيدير وما دايره حتى شي حاجه. علاش حيت عادي الميلودي فمو خاسر وكيبقى يهضر عادي الميلودي راه قلنا لكم عادي الميلودي مسكين مالو هادي الميلودي كيهضر مع خوتو المغاربه بالضحك باللعب. راه انا كما قلت لكم قبيله راه انا كنعيط على بلا كنقول لي شوف تعيط لي وعيرني سبني قول لهم هكا باش نتعايروا انا نطولوا شويه اللايف ونضحكوا ونلعبوا ونزيدكم بان هذا اللايف اللي كندير انا راه ما فيهش الادسنس يعني ما غير باش نضحك مع خوتي. هذا هو الواقع هذا اللي كيحقد عليا. ولكن مرتي شنو دارت لكم علاش تحقدوا عليها مثلا اشنو دارت؟ ما دارت حتى شي حاجه ما دارت حتى شي حاجه. انسان الله يعمرها الدار الحمد لله حنا في هذا العالم كامل كنشوف كما كنقول لك راه حنا كنموتوا على بلادنا كنموتوا على ولادنا كنموتوا على الناس اللي مدخلين لهاد البلاد هذه في الامل كنموتوا عليهم الله ينصر سيدنا نورمال. هذاك السيد راه ديالنا وعامينا مع ولادنا هو والامن ديالنا والامل اللي عايشين فيه. هادشي هذا راه فري هذاك الهضره كنقول لكم اللي كان هذا هو هادي الحقيقي هادي الحقيقي هضر دابا راه هو اللي كاين هذا راه حقيقي لان هذه هضره ديال الفري فهمتيني. اما كنشوف ولا هادير هذاك عادي لوحده ولا عادي نشيط مع الوقت ديالو ما عنده ما يدار كيشد وقت هاد المكانات كنمشي نتريني ترمينا والسلام عليكم خوتي المغاربه راجيو دابا سمعوا القازح مينا صافي هذا هو اللايف فاش هذا لايف ودابا تنشوف المشاكل كاع جابالك غير فمك عادي دابا بيني وبينك اخويا القهوه هما دابا كيفهموا بانني انا فمي عادي قدام ولدك ودابا كاع الفنانه عايشين بخير ماشي غير فخير عادي راه بالمقارنه مع شي فنانه راه ما تتفهم حتى حاجه كيعيشين وانت منوض بوط زطاز غير انت نيتو نايضين عندك ما كتشوفش واحد القضيه اخويا القهوي. انا ما نقدرش نعيش بالدل انا ماشي مدلول انا كنعيش حياتي انا جيتي عندي خويا للدار انا عايش الحياه ديالي غير في داري. هذوك الناس كيعيشوا بالسعاي انا ما يمكنش لي ماشي كنهضر عليهم كاملين كاين اللي برزق الله يسهل عليه كنهضر على شي وحدين كيبقى عايش عبر التصاور يمشي شي بلاصه يقول لك اخوتي وشتي انا ورا انا ولا نريح لك شي بلا وانت حاجه ما ديالك عطيني ديالك فهمتيني. هادو كاينين بس عارفهم عايشين انا راه عندي ديالي انا اللي كنعيش في ديالي انا راه ماشي كنمشي ولا كنمشي نكذب ولا كنمشي نصب ولا كنمشي نخدم على راسي نجي معزاز مغلوع عليا علاش عادل دابا مرتك ان غير جات عند ولدها حادث عرضي عادي هذاك الشيء كيوقع شي داك الشيء شوف داك الشيء ماشي على شنو زعما شنو عليا انا راه ماشي دابا علاش دابا انت ما كتقولش بوحدك
شنو هاد الشيء؟ حيت داكشي ديال الله انا عندي كلمه اللي كان اللي هي زوينه في الفم ديالي هي كلشي ديال الله. ربي بغى لي مكتب لي هادشي هذا، انا غندبز مع سيدي ربي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يمكنش لي مكتب داكشي، راه ديال الله، راه ماشي غير لولدي وقع، راه وقع لولاد الولاد 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 الناس. غير هي ما عمرني ما شفت ام داخله للسجن على ولد دابزت على ولدها، ما عمري ما شفتها. ما كايناش هذه حتى في الحيوان، ما كايناش في الحيوان اللي هو حيوان. عمركم شي شي حيوان سامح في ولاده؟ ما يمكنش. راه السيده مسكينه داخله على ولد من على ولد ولدها، حيت ولدها عارفه راه غادوك بديك الطريقه باش كانوا شادين وداك الشيء، راه عارفه غادي يمشي. يخاف شويه على حساب البلاصه. شنو هي؟ وعاد كما قلت لكم اخوتي قبيله، ها انت الدري مسكين ازماتيك، فهمتي كيدير الروابز الرابوز، كيدير الرابوز هذا خدام بالرابوز. وفهمتيني راه دابا الحمد لله القضيه زوينه مزوره، عرفتيني ملي كتجي تنقع والسيد مخنوق مسكين وغادي والله ما يتنفس. عادل قلت لي واحد الهضره انها قالتها لك الزوجه ديالك، حيت انك ربما شتيها البارح في الحبس، حيت شفتيها قلت لك لاباس انني راني هنايا في الحبس ولدي ما كاينش. راه لا هو اي راه هي باش راه نشوف دابا ام مادام ان نؤكد اخواني وغادي نستمروا في الحوار. سلام، شنو هي الرساله ديالك رجال الامن مادام انك وقفوك ما وقفتي لهمش؟ ربما انت كتقول بغا نعرف، وفي حين ان رجل الامن خصو واحد يوقف له سلاده في الفيلم كاع. شنو هي رسالتك رجال الامن؟ كنعتذر رجال الامن وكان عليا نوقف وغير ما عرفش مشو صافي داك الشيء اش وقع داك السوت فيهم اللي ادى لهادشي كامل كاع. كنعتذر رجال الامن عامه في المغرب كامل وقنيطره شاهين. رجال الامن فوق راسنا، رجال الامن بوانا وداكشي اللي كاين. شكرا. اذا مادام ان كاين اعتذار فنستمر في هذا النقاش انا وخويا عادل في هذه العفويه الرائعه. ملي قالت لك لاباس الولد ما دخلش معايا، انا عجبني الحال فهمتي. لا هي باش 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 تفكرت قبيله وجاتني الهستيريه ما نعرف كيفاش. ما لا انا شنو واحد قاعد، انا ما عمري في حياتي بكيت، ما نكذبش عليك انا ما عنديش الهستيريه. ايوا المهم انا ما عاطفيه، عاطفيه هذا ما فيهش العاطفيه، فيه العاطفيه ولا ما فيهش العاطفيه؟ كل شيء فيه العاطفيه. كثيره فيه ولا قليله؟ ها؟ قليله فيه ولا كثيره؟ كيفاش قليله؟ العاطفيه ولا فيه ولا اخرى؟ كثيره ولا اخرى؟ كثيره وما كتبانش. شي خطره كتكون جالس بخير ولا خير حتى كتبان كتريني ولا شي حاجه وتتبدا ما كتشوفش بين هذاك اللي تيجبد لك هذا الشيء. شوف دابا شوف دابا انا 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 فهمت في الاخر هو انني انا خاصني اش غادي نقول لك، خاص خاصني العصا، خاصني بزاف ديال الحوايج انا كشخص. انا اي انا كنمشي عند بالمشكله راه كنمشي كناكل راه نازين عليا بالزراوط بالزراوط مزيان. علاش علاش هادشي كامل؟ حيت عادي المسكين يقول لكم السلام عليكم خوتي المغاربه، والله يا ام انت كتاخذ 200 درهم وانت كتاخذ والله يا ام بلاتي وانا كنتسنى اختك تخدم عليك بلاتي. هادشي هذا هو عادي الوس هذا عادي دابا هادشي هذا تصور دابا بس حرف التخربيق مهم. تخربيق هذا راه تخربيق، ها هو عجبهم هما تخربيق وكنت عاد كنتخلص عليه ما يبقاش فيا الحال. فهمتيني اقسم بالله ما عمري ما كليت درهم ديال هادشي هذا ديال هادشي الفم المسدود ما تزيد الفم دخل لي زاد الدبانه وهذا هو الواقع. اذا دابا شوف دابا دابا هما شي وحدين ماشي شوف انا عارف وليد الشعب كيبغيونا علاش على العفويه ديالنا وعلى داكشي الزوين ديالنا، ولكن كاين شي وحدين كياخذوا داكشي بجديه كيسحبوا راه عادي بالصح دير بحال هكاك. فهمتيني داك الشيء كينوضوا كيحاربوا كيتقاتلوا كيديروا بزاف وانا راه ما واصلليش ديك ماشي ديال هاد الشيء انا اللي هما كيقراوا. انا راه بالعكس انا بنادم غير يجي غير فهمني غير يعرفني غير عارف ان مسكين عادي راه كيهضر وحياتي كامله وانا قلت شنو شنو الخدمه ديالي شنو المهنه ديالي. انا انسان كنهضر انا ها كنغوت انسان كنغوت مدبر على راسي. قال لك بان دابا مع هاد كورونا نقصوا الحفلات وانت موالف تتغوت وما كتلقى ما تدير حيت يشدك ديك الجنون وديك الهيت ديال البليه ديال الغوات كدير اللايف وكتبدا تخربق. المشكله هو انني انا واحد الفنان اللي هي العالم كامل كورونا حابس وانا خدام شي على مشكله يعني انا ما حبش وكنغوت في اللايف وكنغوت في السهره وكنغوت في الخدمه وخدام اثنين ثلاثه وانا واصل الخدمه قبل ما نبدا من الخدمه خصني ندير اللايف وانا حيت عزيز عليا اللايف هادشي اللي كاين فقط. هذا هو عادي الميلودي اللي غياخذ عليا شي نظره خايبه ما عندي ما غادي نقول ليه ما عندي ما غادي نقول ليه بصح
كيبان لهم مسكينه عادي، راه مسكين راه عادي وانجي وانتا والعياقه ودابا شتيش وصافي وها ما احنا لازم توصلوا معايا زعما اسم العياقه انا كندير دابا بيني وبين العياقه. وعلاش غير انت وصل الفنانه قاعد المغرب عايش الحياه؟ انا نقول لك كاين حيت هادي المسكين عايش حياته عايش حياتي انا راه ما عايش حياه اختي ولا خويا ولا ولد دربنا انا عايش حياتي انا بالسروال الابيض وقفتي ومشاو انا وراهم وليداتي دابا زوينين ومؤدبين ومعزين هادي اللي قالوا لا زلت اكيد وغادي يبدا الفكره قال لك من اول نهار حطيت راسي وهنايا في القنيطره هبطوني لي كونترولور ديال التران ودقوا لي عصا مزيان ولاحوني هنايا ولاحولي الصبابط ومن تما كتب الله انه يعيش هنا جاب السروال البيض قصته مع السروال البيض قصه. المهم ها هو الله سبحانه وتعالى اذا الواحد يتكل على راسو عادي دائما تيتسائل تيقول وعلاش غير انا يا عباد الله اش واقع دابا اش واقع دابا انا دابا دابا سي خبيه دابا الحمد لله والله سيدي ما وقع شي حاجه. المهم الخوتي رانا وصلنا لهم شنو واقع لا بغاو يزيدوا يحقدوا ما عندي ما غادي نقول لهم انا حقد عليك خداع وراه شوف ماشي عليا انا علاش غادي نقول لهم غير في المنصه كيتطلبوا شوف انا هذوك الواقع 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 رانا شوف الواقع انا كنموت على الواقع المواقع راه من حقهم كنهضر على المواقع المواقع من حقهم وهذا يعير وهذا يسب وهذا يقول لك حشيشي وهذا يقول لك وانت شمكار واش هذا شمكار هذا بابين دابا بين هذا شمكار دري صغير شكون هو الشمكار شكون هو الشمكار الشمكار شي الشمكار تا هو كان بنادم عادي دارت به ليا ولا شمكار تا هو راه الوقت هي اللي كتشمكر تا هو انسان غير هو ما خداش الخير اللي كان خاصو اياه صافي ولا شمكر حتى واحد ما تيتخلق شمكر حتى هو الزمان هو اللي تيشمكر وحتى المعجزه تاع من ولا كتشمكر بزاف جاي اصدقاء السوء كيشمكروا اصدقاء السوء عادل اصدقاء السوء الشمكر اذا جلسه مع خويا عادل وكانت رائعه وحتى نتوما المهم احنا عرفنا عادل وعادل لازم شنو داك الشيء علاش دائما انا جالس دابا انت ديما عيب وحدك كي تدوز النهار انت والله زنشيني كالم النار كيدوز كالم لا صداع لا هضره لا والو تقدر تفكر وفهمتيني ماشي كتفكر في شي حاجه اللي تافهه ولا شي حاجه تبقى تفكر داكشي اللي كتفكر فهمتيني ما عرفتش كنشرح لك كتفكر داكشي اللي كتفكر شتي وليا بان تيعيطوا لك انت الغامض انت في الدار كلشي شتي الغامض العميق العميق ولا شنو فاش كتفكر تجلس بوحدك شنو داكشي اللي وقع ليك تعاود تفكر فيه كتعاود تفكر شنو دير المره الجايه عاود وقع ليك تعاود تفكر فهمتيني تستافدوا من الاخطاء كتستافد من الاخطاء غير هو كي لك وقع لي شي غلط ما كنفكرش فيه كاع كيعاود يوقع ولا عاود وقع اش خاصني ندير صافي كتبقى تقلب من هنا ومن هنا ومغرد داكشي فهمتيني كيعجبني تفكر بحالك في هذا الفضاء بحالك فهمتيني بحال كيبان لك انا صغير وفي الحقيقه راه كبير ماشي بحالك كيعجبني داكشي علاش كيعجبني الليل بزاف انا الصباح كيضرني في عيني هنا كاع الضوء ضرني في عيني ملي شتي وسائل الاعلام تيقولوا ولد الميلودي داك الشمكار داك الفاعل كيبان لك راسك شخصيتك دابا وفي المواقع ما ضريتش حيت انا عارف القيمه ديالك ما قريتوش اش ما نديرش فيها راك عارف كنبقى بوحدي عادي انا ندخل نشوف التليفون قال لي باش كيقول فيا وغنتقصى علاش كيقول فيا كذا يقول لي وغيقول حياته هادي كون عندي حياتي تاني ما عنديهاش فيه وخاي طردي الله ما ندافع حارك انا داير انت عارف راسك ما تعديتيش على رجال الامن ولكن انك زدت فيه شوي كنتذكر الرياكسيون ديال هادي انا في الضيقه ما عرفتش شنو واقع مخنوق كنشوف كذا كذا صافي واحد التجربه اللي ربما درس ونتمنوا اي واحد واي ام معنا بهذه العفويه ديال ولد عادل المولودي انها تكون درس وكنشوفهم شحال من ام ولات كتمرت وخاصه حوادث السير ديال الدراجات الناريه لان كتلقى الام مسكينه الله يحسن العوان وعندها بعد الدري في الدار ما عندها ما دير وكتلقاها الله يحسن العوان وكتشري له موتور وكيصدق هذاك الموتور تيصدق الدين دار بيك سيدا وحيدو شكون خويا كان عنده صافي حيدو له بلا بيرمي ايوا شتي ها هو بكل العفويه تيقول راه خويا كان عنده الموتور ولكن دار بيك سيدا حيدو له كابريز بيت نارو نارو شافوك تا تكابري لا كنشوفك في مواقع بنكادير بحالهم ما تبينش شنو قلتي كنت بغا ندير بحالهم كنشوفك في مواقع فهمتي
يلا بغيت ندير فحال ونجيب فراسك جدي يلا بغيت تهز الموطار وانا نطيح الدراري مزيان قال والله يسامسك الوقتين بالله صافي شتيهم بغيت تهز ويجيب لك الضرب داو الغد ليه هذا شرا البي اي بربع ايام جاب الربعه دخلوها للفوريال اش واقع انت خويا انا ما فاهم انا المهم شوف انا وليداتي ناشطين هذا هو الربع عندي المهم ما خسرتش اليوم لا غير بغى الموطور خدا موطور جاب به الربعه حطو هذا خدينا ليه طونوبيل دار بها المشاكل ها هي معطوطه في الفوريال ولكن الفوريال ان شاء الله الاثنين تكون عنده بعد غدا تكون ان شاء الله شد الميكرو الأمنية ديالك في حياتك أنك واحد النهار تكون عندك البي إم باك مسكين البطالة بيدي راسو بيدو جباه ولا جدو ولا الورط ولا وفر لك هاد الأمنية ربع أيام طاحت كتحس دابا شبعتي من ديك البي إم لا دابا الشباب راه باغي يتخيل راه باقي الأعوام ما غنشبعش منها جينا كتاخذ راه حيت كاملة ما تشبعش منها كتكون الحلم ديالك هادي هاد النوع النيت هاد النوع النيت وي لا جينيش باك ام سميت هذيك البي ام بي ام سيري ان باك ام في ستاج ام الماني خسارة الكحلة النيت تكسي لي الدور في البلاصة النيت في البلاصة ديك الزيرو واو كتسحبو زيرو غير كتكسي لي كتبغي تزلق ولكن هي زيرو قديتيها حلقتي عليها معي الله سدوا الله فجأة دخلوا هاتس عندني تغدفة بعد تغسلها ديما عزيز عليك ديك طروبيل بزاف أنا الطروبيل اللي مشيني طروبيل الحواج اللي كان الكي اللي كان بغيهم بزاف الأمنية ديالك هاد الطروبيل رغم اللي كنت صغير وانا كش كان صغير داك شي البرابي داك شي ما عنديش ما هادي النيت براسها الأمنية الإحساس ديالك وانت مول السروال الأبيض نص مبلغ وحتى ريال وكونتي راسك حتى ان الامنيه ديال ولدك هي تحققت صار ما عرف شحال من واحد تلقى مسكين باه تابع الخيل وتابع القمر وتابع بازير وتابع ولده مسكين ما عندوش حتى بيسي وتتلقى الدري مسكين بغاه يقرا ولكن الله يسمع لنا ويل للاباء من اباء من ويل للاباء من ابنائهم وويل للابناء من ابائهم والعكس حتى هو صحيح كتشوف حتى الاباء مساخط كي الاب المسخوط كتشوفو كذا احساس انت وحنا على وحنا ضيافو معنا مجموعه ديال شوف راه كنشوف هاد الدري تيقول يا ربي واحد امنيه ديال اي واحد هذه الحياه هذه الدنيا اول حاجه خصك تعرف بان الانسان راه اي واحد شو اي واحد كيما بغى يكون النوع ديالو كتلقى واحد عنده واحد ما عندوش واحد قليل واحد واحد ما كاينش كاع مقرد نورمال هادشي هادي حياه لان باش يجي كلشي يكون وزير راه شكون اللي غيجمع لنا الزبال وشكون اللي غنعد من عند قداو وشكون اللي غيبيع لنا هذا ضروري هذيك هي الحياه دايره هكا لان الانسان على حسب الفكر ديالها ما يمكنش كلشي يكون لاباس عليه وكاين اباء اللي عندهم الملايير وولادهم مساكن حتى يموت عاد كينوضو عاد المحاميين عاد شوف تيفي عاد ها هما الخوت تقاتلو عاد وكتلقى الدراري مساكن تيدابزو على ارض اللي تتسوى 4 المليار وحيت تشوفهم كلشي مبلوكي وحالتهم كدمي هذا هو المشكل هذه الهضره اللي قلت لك البارح اخويا القاوي قلت لك البارح بانها ما يمكنش لي انا نشد الفلوس ونحطها فين عندي هذا انا خزنتها خلينا ولدي يموت لا ولدي عيش علاش غيموت الموت انا ما يموتش لي ولدي انا عشت داكشي اللي عشتو انا ما بغيتوش يعيشوا ولادي ماشي ما بغيتهمش يعيشوا انت هنا عشت التكرفيس عشت الدل عشت التعري عشت اي حاجه اللي ما تعجبش اي واحد فهمتيني علاش ولادي وصلوا لهذا لا هو بوم عيش حتى ولادو هذاك تكسمه تعاسه وانت عايش مكرفص وجيب ولدك عايش وانت لا بالعكس وصل لك ولد ديالك قد المسائل ديالو انفو شد النيفو ديالو شد المهنه ديالو شد الخدمه ديالو ولدي باي باي يا شيري الى هنا والهك واحد نورمان تا نسيبك بجوجنا ديال الله ورا خويا ديال الله دبرتي على راسك الله يسهل عليك هذا هو الواقع انفو جيب ولدي النهار اللي نطيح انا غلقى ولدي هذي انا عاونته غيقول لي لا ولدي لا غير ديك الساعه يكون هو مسخوط الوالدين تفضل فهمتيني غيكون زعما هو يقول لي انت سير بو انا فهمتيني بالعكس انا مخلي لي الحريه ديالها باش النهار اللي نطيح انا على الاقل لقاه
فهمتيني؟ كيقولك لا راه غتجي المراه وغادير لي لا ما العيال هاد دائما العيال مساكنين واخذين هاد التهم هادي غتجي المراه وغادير هو راه هي 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 المراه وغادير ليه وما انت غادير ليه مسكينه هاد المراه المراه راه ما عندها ما غادير ليه المراه انسانه كتزوج بها انسان كيعيش الحياه السعيده عرفوا يتفاهموا راه كيتفاهموا واش عادل شت الناس تفاعلوا مع قصة الوستر والله بيض الى درجه ان قال لك تنتمنوا هذا عادل انه يدير شي اغنيه على السروال الابيض نديروا السروال الابيض قصتك مع السروال الابيض لان يعني كلشي تفاعل معاه وثاني رجعوا ها انت خصي مع السروال الابيض راه السروال الابيض اصلا شاف السروال الابيض السروال الابيض لا لا ماشي البارح كنت شفت لاكار فلاكار يا راه لا لا عادي قصتو السروال الابيض عادي السروال الابيض عادي تخلقوا لي طرف السروال الابيض وقميجه ليمونيه السروال الابيض ولا كارسون ما عرفوهاش الناس هادو انا كنحكدها لهم باش يفهموها مزيان فهمتيني كيفاش انت داخل هاد البلاد السعيده المدينه السعيده والحمد لله عطاتك هاد المدينه هادي وخدمتي فيها وتلاقيت فيها الرجال ديال هاد المدينه هادي اللي هي حلاله مدينه القنيطره كنحماق على هاد المدينه هادي بالرجال ديالها كيفاش بغيتي هاد عادل ما يكونش مزيان في الحياه ديالو لا هو ولا وليداته نورمال هذا هو الوقت حنا كاع نتمناو دخلنا لهاد المدينه بوالو جالسين ما خصنا والو ونهار اللي غنمشيو ان شاء الله راه غنمشيو بوالو واش غنمشي بشي حاجه راه غنمشي بوالو هذا راه هو الواقع. القنيطره خويا عادل حنا ما داوش لك المثال ديالك القديم لما القنيطره زعما كما تقول لي انا ما داوش لك مع الدخله قنيطره قلت لي انا ما داوش لك مع الدخله يداو لك مع الخرجه. وي راه نورمال الا ما داوش لك مع الدخله يداو لك مع بعدها راه تتعيش. نورمال. نورمال بهاد البلاد المدينه السعيده كتشوف كتعيش هنا كيدرويش كالغني كلشي عايش في هاد المدينه السعيده وكلشي بخير وعلى خير هذا هو الفري شوف انا غير بغيت نوصل خوتي المغاربه انا شوف انا عايش مع الوليدات ديالي بخير وعلى خير ما عندناش غرام ديال المشكل الحمد لله بينا شي ديسك والو خويا نسى الهم والله الا قال لك والله الا مسكين خلفه بيضا هو شي ديسك وانت ولدك هكا وبغيت شي موال اولادي والله ما يعرفوا يغنيوا بالله لا انت انا نغني انا اولادي قال ما عندهمش كاع ما الغنى هذا بقى يقول لك يا ويا اللي تزكاو داك الشيء ديال الله الاخر بقى يقول لك بوق وشيك واه رياضه الوليدات شوف الوليدات يعيشوا الحياه الزوينه ما كنبغيهم يكونوا دائما عناشطين ما فهمتي ما كنبغيهمش يكونوا مقموعين القمع ما عنديش مع القمع فهمتيني كلشي ديال الله كلشي ديال الله ما يعيش يلاه ملي كلشي وخليها الله سبحانه وتعالى شي دويسك كيفاش ندير ولاد دويسك شي دويسك شي دويسك قول لهم قال لك شي دويسك بحال هاش هما من تم قولوا خذي شي دويسك انتم غير امروا كلشي ديال الله انا اخوكم انا ديال الله نعيشوا مع بعضياتنا ولا داكشي ديال الله لا كاين واحد عامر القلب شوف كاين واحد ديسك ديال واحد باغي الحلال الاخر عاجبو الحرام واحد باغي يديها كاع ما عندو تلاقى واش تلاقي الجبال وفوق الماء تبني الخيام من الشبعان الى جاع خذ منه صدقه من الشبعان الى جاع خذ منه صدقه وحسبناكم رجال كانوا الفوق زلقوا طاحوا ينعلبوا هاد المال يخلي لخوت يقصاحوا الدنا يا بلال راه الفجر بان صباحو ياك حنا غير قلال والعزاز راهم راحوا كلشي ديال الله المهم هذا ديسك ديال عادل الميلودي ديال حسبناهم رجال قبل من الاغنيه الاخرى ديال المهمات وهذه هذا هو الواقع المهم غير الخوتي باش نكونوا ناشطين شويه وضاحكين مع وليدات عادل الميلودي في المنزل المتواضع ديال عادل الميلودي وكلشي ديال الله خلق داكشي ديال الله المهم بقا ما تقول صافي ياك صافي عادل انا ما كنسخاش بيوم توضيحا للراي العام جينا واقسم لكم بالله انني لقيت صعوبات باش غادي نلقى عادل المولودي لان اش غادي تلقى البرد
عادي المولودي درت معاك شحال مره وقلتي لي اجي وخويتي ليا وتعذبت غير مره غير ولي البارحه غير ولي البارحه قول عقاب من مور الحدث انا غير صافي طلع منتيني مال بقيسان مال الكار صاحبي مال ما انسان النفسيه ديالو ما كايناش وكتشوف المراه الدواء عتقلوها ما علاش وهادشي كامل خاوي اذا المواعيد عندك انت ديالاش مع شي واحد الوقت كاين الوقت لان عندي الوقت لا بالعكس شوف انا شوف انا نتحدى شي واحد درت معنا بالعكس انا هو الانسان الصريح انا ما جيت ما خويا لا ما انا ما كاينش فهمتيني علاش اخويا انت انا كنحبك لوجه الله كيفاش انا الامنيه ديالي تجلس معايا دير معايا الطريح بحال هكا وتعيش معايا وتقول لي انا ما نديرش ما يمكنش ليا وعاد انت مازال قدر شي واحد وكن هذاك الواحد نقدر نقول له فتي خويا لا جي عندي اش بيني وبين غنقولها ليه نيشان علاش غنكذب عليه شنو غيعطيني ولا شنو غنعطيه ما غيعطيني ما غنعطيه هذا هو الواقع تا غير الجلسه معاك نزا هو اقسم بالله خويا العقاوي وثيق بيا وبراس ولادي ما عمرني في حياتي بكيت ما تسمي ما بكيتش ما تسبو ما بكيتيني انت هذا قلت لك ماشي يعني الطريقه بس وصلتي يعني السؤال راه هي هذيك المحله فهمتيني ما عمرك بكيتي ما اقسم بالله كذب عليك انا ما عمرني بحياتي انا راه وعندي واحد الاغنيه كتقول ما عمر الدمعه توريها لبنادم اصل بنادم كيتشفى انا الطريق اللي خديت مشيت فيه انا دم رمى ولي صباطي ومشيت بالحفا هذه ديال السروه الابيض فهمتيني هذه راه انا عندي كلام قصه عليها مزيان كيفاش دخلت وكيفاش خرجت من هذه البلاد وبخير فهمتيني وهنا ودرت ولادي في هذه المدينه وعش بها وعندي اغنيه نايضه معززه مكرمه انتظروها ياك انتظروها انتظروها مداب هذه الوقيته هذه معززه مكرمه شوف عادي الا انت فنان وما درتش شي ديسك ولا شي قصيده على الاعتقال ديال يا اللي قلتي انا ما عنديش مراه في الدار عندي راجل راه عندي راه انا نعاود نسمعك البديه باش بديت كتقول وشوف على منظر فهمتيني كثرت الهم الضحك وتقهر فهمتيني اعتقلت مولات الدار وبكيت الاولاد صغار وهنا نكمل سير الله فهمتيني انا ديسك هكا وغيمشي بالوصار ديسك غادي نوطرو باش يعرفوا بان عادي الميلودي مسكين راه انسان حقيقي ديال الله وعاد هاد 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 المسكين هاد الاغنيه واحد الدري منصف ودير منصف مع حتى هو يوتيوبرز منصف السوق الاربع هاد المسكين هو اللي صيفط لي اعتقلت مولا الدار وبكيت الاولاد صغار صيفط لي هاد الكلمه هو تعجبني نقول له شوف على منظر فهمتيني زعما اذا هاد ديسك غادي نكملو ان شاء الله الرحمن الرحيم وغادي يكون في محله نيشان كلشي ديالها مصاب علاش الذكاء شوف على منظر شوف على منظر حتى ما يبغي ولدو يتقهر حتى واحد ما تبغي مرتو تتقهر وحتى واحد ما يبغي راسو يتقهر هذا شوفوا على منظر الا خوتي دايره ليا فمي سمحوا لي انا سمحوا لي انا بقاو يديو عليا انا راه مسكين عادي انا لا بغيتو تديو عليا ديو عليا ما عندي ما نقول لك المهم انا راه كنموت عليك علاش انك قلتي علاش قلتي والو السر ديال داري وكل شيء ما غاديش نقولوا غير الى جا العقاوي علاش بالضبط بيني وبينك وانا خويا العقاوي خويا العقاوي لا شوف انا الى اول مره تشوفني انا راه دائما كنسمع ليك انا دائما متبعك انا دائما كنشوف شكون هو العقاوي دائما كتب لي الشخصيه ديال العقاوي انا واحد الانسان راني فنان انا مبديع انا انسان كنعرف بنادم تاع الانسان ترى ولد باب الله راه اقسم بالله لان غير داكشي اللي داك شنو نقول لك داك المغامرات اللي دازوا عليك في الحياه ديالك انت راه لا 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 قول الحمد لله وانك انت راك كاين دابا والله العظيم بالله سيده وفوت واوكرانيا عباد الله حرب اوكرانيا والموت ايوا زعما هو كتقول ناشط ضحك باش بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى سيد منطقي سيد حر صافي وهذا هما هادو هما اللي كنبغيو حنا يكونوا عندنا في البلاد هاد الناس هادي يكونوا عندنا في البلاد علاش فهمتيني راه كاين بزاف ديال الناس ديال الصحابه اي مساكن عيد داخلين عليها وصافي تعلموا من الزملاء كاملين انا كنهضر لا بصح كاين شوف كاينين شي وحدين انا ما هضرتش على الزملاء هذو اللي شوف اللي هو كاين بلا ما نكذبوا على راسي درتي واحد اللايف وعطيتي الدقيه واحد نفسك داير واحد اللي جات سبوع صافا وما نعرفش داك الشيء واقع واحد دخلوا عندي نظر وكنوضوا لي المشاكل شحال هادي هما دايرين لي مشاكل وعاد كيكتبوا لي بالعنا كان كيطلعوا لي الدم العناوين
انا غير اللي دار لي شي عنوان بقى يكتب لي العناوين بينا وبين شي عناوين صافي يهضروا معنا مزيان وانا كنشوف راسي انا واحد الانسان غير كيضحك يردوا كبيره وتصور في الوقيته في العهد اللي كان سميتو فاش كان عادي عنده المشكل كان واحد خينا كان كيجي عندي هنا واحد السيد كان يجي هنا وقال للمراه ديالو ولا ما كان مجوج بها والطال المهم داكشي الله يسهل عليهم هادوك الناس المهم انا صافي شكيت بان الناس كيديروا شي حاجه ما كيوصلوا الهضره على شي حاجه كلام خوتي ما تبقاو تجيو عندي صافي صافي الله يرحم لكم الوالدين عاد ما تبقاو تجي ما بقاوش تدخلوا عندي عادي مشاو حالاتهم صافي واحد النهار وي لا واحد النهار غادي هو يعيرني هذاك مشيت دابس حدا المحكمه ما تسمي حد لا لا ما كنسمع انا من دابس الثانويه هذا ما دار ما دار ما صحفي ما وانا انا جيك غادي البنيه النزعه ديال قدام الثانويه صافي عيرني واحد المعيوره قدام الشارع وفي المحكمه ما عجبنيش الحال المهم تعيرنا دابزنا مشى دار السيرتيفيكا قال دابا فهمتيني مشى انا ما ضربتوش لقيتو يدير السيرتيفيكا يدير فيها 36 يوم مشيت انا درت السيرتيفيكا قال لي نزيد للطبيب قلت لهم انا عمقي ما كاينش كاع مشى المهم انا درت كل شيء ايام اي انا اي بقيت على ما نكذب عليك هذا هو الفري فهمتيني مسكين الطبيب راه صافي راه اللي نقول واحد يدير 36 اذا باغي يصيفطك هذا واني مشيت انا درت انا والمراه ديالي راه انا ومرتي راه انا ومرتي هو ومرته دابزنا معاهم داك كينا بعضياتنا المهم دابزنا هذاك فهمتيني بيناتنا صافي مشينا فاش مشينا للاخر قال لك سيدي لا انا ما غنسمحش هذاك داك اللي دابزنا حنا معاه فهمتيني راه ما يقولك زعما راه ضربت وانا ما كاين مسكين عادي راه شحال يضرب البرد المهم درنا مشينا قال لك اسيدي لا انا ما نزام قال لك مازال الوكيل وهبطوهم معززين مكرمين هبط عادل ومرتو والاخر ولا شي فهمتيني صافي فاش جينا صافي خير دوزنا علاش تيدوزو هكا والله دابا المهم دوزنا ذاك اليومين بخير وعلى خير جينا صافي دوزنا لقيت الصحابه هنا راني فهم شوف تي في المهم راك عارف شكون هي داكشي ديال الله شوف هذا توقفنا واحد سنتي وقفنا هنا بقات كتسولني طن عادي 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 الله يعطيك الستر الزملاء خط احمر انا مزوج لا غير كنقول لك انا كصح لا قال لا هذه راه ما فيها شي حاجه خليني نكمل لك راه الله يرضي لا ما فيها شي حاجه هي دابا زعما كيفاش انا شوف كيفاش انا وكيفاش هي قالت لك اودي كيفاش عادي انت دابسي مع هذاك ما سيدي قال لي وانت قلت لهم انا درت سيرتيفيكا حتى انا درت سيرتيفيكا 36 يوم بحال هكا فهمتيني قلت لهم راه اي واحد تمشي للطبيب عند اي واحد دير تعويج بحالك ويعطيك سيرتيفيكا عادي 36 هذا فهمتي لان اللي عرف يمثل عيدي 90 يوم انا ما عنديش خصك تعرف تمثل بدا تمشي لا تعرف تعوج هاد اليدات يقول لهم هذا راه مشى ايوا شحال تقول لهم غيعطيوك داكشي اللي كاين المهم جينا مشى وزيد لقيت عند النيابه مع طالعه هادي الا جيت انت خديتي سيرتيفيكا مزوره حتى انا مخلص عليها القيامك حلال الفلوس تقول لي مزوره لانه انا مجات كنت لقيت الصباح كاتبه عادل الميلودي ما تسميش عادل الميلودي ما داك السيد ديالها راه جورنال الصباح ديالها ماشي شي عادل عادل الميلودي النيابه العامه مشى عادل الميلودي مالو مسكين حيت قالها ثاني شي يومين اخرى ما نعرف مشينا لا الوكيل ما قلت مسكين الوكيل ما الدراري والله عمر الدار اقسم بالله الدراري الله يعمر كان واحد الدراري صغار دراري صغار الله يعمر لهم الدار هنا في قنيطره وواحد واحد ثلاثه الله يعمر لهم الدار صراحه مسكين وشوف دابا السلمي الوكيل انت فمك يخرج عليك اقسم بالله فمك هالمين كيخرج عليك انت انسان فنان بقى فنان اش داك انت اش بينك وبين كما انا عاود الدين على الشيطان السعدي دخل شوف الوكيل كيقول لك السعدي لا توجعتي عرفتي انا اخونا انا كنكذبش عليك انا مرقت اقسم بالله الا مرقت حشمت من دوك الناس وشنو قال لي مسكين واحد فينا قال لي شو ما تبقاش دير لايفات مبليد اقسم بالله وقلتها لي لا قال لي خالتي قلت لي شوف انا لا قلت لي شوف اسمح لي زعادة الوكيل انا ما يمكنش ليا قلت لي انا قلت انا شوف انا راه ما نسب ما شغلي حتى حاجه ولكن راه غير انا قلت انا مبلي كنبغي نبغي بحال شي واحد عز علي الطوموبيل انا عز علي ندير لايف صافي حيت شفت داك الشيء صافي خصني ندير لايف ونبقى نهضر مع خوتي المغاربه ونتعالوا انا وياهم بخير وعلى خير ودك والغد نتلاقى معاهم ونتعانقوا ونتباوزوا بحال ما كاين والو هذا هي ضحك هما دابا هنا فاش يطلع لي الدم هما شي واحدين كياخذوا داك الشيء بجديه كيجدوا بجديه كيبقاو يكتبوا كومونتيرات خايبين وبالصح وكتشعل انت وصافي هما كيشعروا بدا باش كيبقى يطلعوا لك الدم واخوتي راه حنا راه غير كنضحكوا
وعرفوني انا هو دابا كيزيدو يجعلوك كيزيدو يجعلوك صاحبي كتبقى ما كيبقى يبان زاد كيبقى يقول لا ديال شبيني وبين اخويا جي سياسه وفين كنعرف هاد السياسه اقسم بالله العلي العظيم ما كنعرفش انا المعنى ديال السياسه. لا درتي واحد اللايف على عادي لا يا هاي درتي واحد اللايف بوجهك ها وانت تبدا باقي نقول عاتاني راه فوتوشوب ماشي شغلي انا وعادي الميلودي وهادي والغلا وجهي وهادي والراق وهادي واش داكشي واش داكشي واش اللي كتشوف انت اخويا راه انت تدخل كتشوف كاين ولا ما كاينش العالم ديال الهاشتاج لا العالم اللي كيقول لي ماشي انا اللي كنقول العالم ولا واخنوش وارحل اه هو عادي نتحدى يجيبوا لي لايف وعاد كيقول عادي اخنوش ارحل نتحداهم نتحداهم يخرجوا لي من فمي اخنوش ارحل نتحداهم اقسم بالله نتحداهم. انت كاع الفيسبوك كله واش انت كنتي حاس ولا ما حاش كيقولوا هما انا عندي في اللايف كنقول انتم اللي كتقول لكم انا ماشي معكم في اخنوش ارحل عندي في اللايف انا راه ماشي معكم هما كنقولها. شنو قلتيها كاع شنو وقع؟ ها؟ ولا قلتيها؟ علاش غير حل؟ حيد زيد قولوا لي حيدنا الزياده صافي يا سي اخنوش حيد لينا الزياد بزاف علينا راه تقهرنا راه حنا مواطنين تقهرنا ونوضوا هضروا على راسكم. يلا نوضوا هضروا على راسكم وانتم ما قادرين لا تهضروا لا تفعلوا لا تركوا وتسناو الميلودي يهضر ملي يهضر الميلودي هو هذا الكلب يا مينا وصيفطوا مرتو الحبس وديلوا لي مينا ايوا علاش ماشي حشوم عليهم وانا مسكين انا كنبغي غير نوصل الهضره ديالهم للسيد باش السيد يستجيب انا ما شنو انا لا دابا اللي داخل داخل مخصوص دابا ما كتشوفش بان ملي قلتي انت الفوتوشوب انا ما عرفتش داك الفيديو راه باين ماشي قلت لك انا دار داك الفيديو صوره ديال اخنوش وعادل كيهضر في التيار دار داك الفيديو بزاف والناس تفاعلوا وقالوا رجل الساعه هو عادل المولودي وزوين عادل المولودي حتى انت كتشوف رجل الساعه واسمع ولا اسمع ولا رجل الثانيه ماشي حتى تصدق ما قلتيش هاد الهضره اش داروا ملي سمعوا بين هاد الولد هذا تقاس البوليس الروينه عاود نسى ورجل الساعه هما يتبدا ما كتشوفش بان الحال لا علاش كنقول لك راه هذوك اللي كي هما عاد قالوا عادل زويد هما قال عادي علاش لا هذاك الشيء اللي كنقول لك كاين شي وحدين كياخذوا نعطيك الميكرو كياخذوا داك الشيء فهمتني كياخذوا داك الشيء بجديه انا ما كناخذ داك الشيء بجديه انا عندي كل شيء غير بالضحك هو واحد كيبقى يقول لك هو راه عادل كي علاش غادي خويا انا اش بيني وبين عير عباد الله انا اش بيني انا غادي لا راك عير اخر وكنتحداهم نقولوا هاد الهضره يقولوها يخرجوها نيشان السيد مسيح اللي داير لي انا هاك انا بغي نصيح زعما بديك الطريقه باش كنهضر انا داك كن 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 فهمتي ديك الطريقه زعما كن راه كنفعل وراء انا غير باش نوصل لهم زعما اودي هما كياخذوا كل شيء هذا هو الواقع هذا هو الغلط اللي كنديروا حنا الغلط اللي كنديروا حنا هو ان كنثقوا في شي ناس اللي ما يستاهلوش الثقه وماشي اهل الثقه هذا هو الواقع اذا من هذا المنبر كنقول خوتي المغاربه انا راه شوف انا راه دائما في اللايفات ديالي راه كنبغي نظهر كنعاود نقول لكم هنا مباشره من عند خوك عام عادي الميلودي هو وليداته كيقول لكم راه انا في اللايف راه غير كنضحك معكم وراه غندير اللايف وغطلعوا لي الدم وغنوض نسب وغادي نوض ويكونوا على يقين يكونوا على انا كنقول لك لان انا راحتي هذيك انا راه ما كنعرف حتى واحد علاش البنادم يسب لي امو في كنعرف مسكينه امو ولا كنعرف بواه ولا كنعرف شو داك السبان عندك في القانون راه دايز لا الاعلام الا كتعرف دابا امو هي فاطمه هي سبيتيها دابا الا سبيتي لي امي ما عرفش سميتها ماشي امي لا ماشي ما كنعرف مالو مسكينه انا كنعرف اموك باش نسبها انا كنسبك انت هذا معيور ديالنا ديال المغرب ماشي مغيور ديالك اه سير قول لامك اجي اه وراه دابا تصور دابا هي موت يوسف اما لامك راه نعطي لامك هذه ايمان مع ولدها اما لامك شكون هي امو؟ هي الناس وسالات الحفله راه هذا كلام ديالنا حنا حنا في البلاد هذا كلام وبلاد وهي كيقول لك لا راه كتعاير لي امي وانا فين كنعرف مسكينه هاد امو فين كنعرف التحليل اللي تيدير باباك لهاد الحوايج كي تيبانوا لك انت كي تيبان لك باباك هاد التحليل اللي تيعطيه التحليل تحليل باللوجيك فهمتيني تحليل غادي معاه انت في نفس الطرح اه كنتفق معاه هذاك معيور فهمتيني واش كتقول كما قال هو هذاك كيكون معني لك انت ماشي لامو شو اصلا ما كيعرف امه ويلي هو تيقول له امك فاعله امك تاركه يمكن ما كيعرفهاش يعني شي حاجه من داك الشيء ما تيعرفهاش ما دايزاش خصو يعرفها ويعرف مع متى تمشي وفين جاي يمشي وعاد نقولوا لها فاعله كاع يعرفها باش يهضر عليها كاع عشان ما كيهضرش عليها كاع هو كيهضر عليه هو
اللي كتبقى بيناتهم الهضره. غير دابا ديك اللغه العربيه حنا عندنا جيل امك هادشي راه ديال المغرب. علاش ما يعفوش عليك الله من اللايفات؟ مول انا شنو زعما اللايفات شنو كيديروا اللايفات؟ وين دلك هادشي؟ ايوا عادي انا كندير وانا كندير اللايفات غندير. انا شوف انا واحد الانسان كنرتاح حيت انا الا حيت مازال بحال شي واحد كيقول لك دابا انت كبرتي. شوف دابا انت دابا ملي شوف دابا انت ملي دير واحد 66 ولا 70 عام يقول لك سير دير الجلابه وريح مع راسك وشد التابع وما دير حتى شي حاجه يعني تسنى تموت راه هي هذه. لا اشوف اخويا انا غنعيش انا انسان كنعيش تنموت غندير اللي كيقول لي الدماغ ديالي الحمد لله ما كان اذي حد هادي الحمد لله هادي هادي انا نتحدى شي واحد اذيته كيسالني انا اللي كيسالني شي درهم مرحبا اللي عمرني ديت ليه شي حاجه مرحبا انا كنقول لك قدام خوتي المغاربه اللي شي واحد شي واحد عادي العادي نصب في الكوميساريه نسير سولو ما كايناش ما عمرني ما درت هادشي في الحياه ديالي. اذا هاد الناس انا ما كان اذي حد ما كان اذي حتى واحد انا انسان عايش الحياه ديالي انا بالعكس انا بغيت ولادي يعيشوا بحالي ناشطين وما يتسوقوش وما على بالي يعيشوا فهمتي يعيشوا واحد العقليه وحده اخرى ما على بالهمش بالعالم يعني بحال واحد القضيه كل واحد يديها في راسه هذا يديها في راسه ماشي شغلو في خوه وخوه يديها في راسه ماشي حتى واحد ما شغلو في شي واحد وديها انت في راسك وما تديرش الله كنهضر على ولادي انا راه مديها في راسي وما كنتش مديها في راسي ما تلقانيش واصل وهذيك الوصوليه اللي وصل انا علاش الناس ما حاملينيش على هذيك الوصوليه اللي ولكن هذيك الوصوليه راني فسرت لهم بالسرور البيض راه كيفاش وصلت فهمتيني راه هما فسرت لهم هذا عادي كيفاش وصل بالسرور البيض راه ماشي انا وصلت بالسعايه ولا وصلت انني جات اختي دبرت عليا عاتينا رجل من الله يفتح خلينا اخويا راه موصل واخيرا خوتي مكداش هذه الاجواء مع هذه المولود رغم ان البيت يعرف حزن هو في الحقيقه لان الام راه تتواجد في اوراق القضبان ولكن عائله متهوره عائله عائد عادية مش حال واحد يقول وهميد واش هادي ثلاث ايام وانت عند المولودي لا البارح من بعد ما سالينا البرنامج كنا في مدينه تلقنيطرا انا مزاوق انا اللي شديته اخوتي اقسم بالله والله حتى كان غادي يقول لك لي انا مزاوق اخويا عميد ها من ما تمشي ها فهمتيني قال لي قلت لي عندك اخر تصريح ديروا لي مع ولدي هادي باش يوصل بان ولدي راه ماشي شمكار وماشي داكشي اللي كتقولوا فيه انتم جينا انتم باش تعرفوا باش تشوفوه مباشره والله سيدي لي انا اللي طلبته اقسم بالله هنديني هذا راه ما كيسخا به حتى واحد اقسم بالله كون كان محمد السادس والله ما يسخا به اقسم بالله انا نقول لكم اللي كاين شكرا خويا العزيز واحترام متبادل وبدونكم لا اساوي شيء هذه هي الواقعه ديال مرت المولودي اللي تداول واحد الفيديو بكثره الى حين وصل الملايين في واحد الظرف وجيز بين المغاربه وخارج ارض الوطن حول اعتداء زوجة فنان على رجل شرطه فدائما نقول ان رجال الشرطه وكل السلطات أنها خط أحمر ونعم كل نعم إخواني ولهذا البلاد اللي الحمد لله آمنة فما علينا إلا أن نقول اللهم اجعل بلدي بلدا آمنا وهي عائلة الميلودي من أكبرهم إلى صغيرهم الكل يعتذر الأجهزة الأمنية وحتى هذا الشاب تيقول أنا متهور بحالي بحال الشباب وعندي واحد الأمنية نشري البائم ربما غادي سوقع كاع لوليداتنا بلا ما نكبروا الحال كان معكم أخوكم حميد العقاوي وتلبية الطلب ديالكم حاولنا أننا نشوفوا القضية من الأول حتى الأخر تحية لكم شكرا خويا عادل آخر كلمات صفت معكم كل فيك الله مرحبا خوتي غنقول لكم اخر كلمه المهم انا كنموت عليكم حاجه وحده الا شفتوا من عندي شي حاجه ما عجبتكمش انا كنهضر مع خوتي المغاربه الحقيقيين اللي كنموت عليهم فهمتيني الا شفتوني نفعت ولا شي حاجه وطلع لكم الدم سمحوا لي هذا هو البري هذا هو الواقع من عند خوكم عادي الميلودي حبكم اقسم بالله لك نحبكم كل شيء ديال الله حاجه وحده طلبوا اطلاق سراح الايمان للزوجه ديال عادل الميلودي الام ديال ايمان والام ديال يوسف وابنه عائشه داكشي ديال الله الموت عليكم خوتي من هذا المنبر شوف تي في كنهنيكم كنقول لكم تصبحوا على خير وراكم كاينين وانا كنموت عليكم وموح عليكم هذه الكلمه في حق قناه شوف تي في هذه كلمة اللي كان رسالة حتى للزملاء في قناة شوف تي في فسي عادل ربما له رسالة إلى مادام أن ما من مرة كيخرج بواحد الخرجات إلا أن تيقول لك عادل أنا عفوي أنا عادي أما راكم خوتي ورحنا عائلة فربما هذه رسالة من خويا عادل
مرحبا الناس اللي شفتي في رانا كان مسلم وما عارفين من الكبير ديالهم اللي هو خويا وحبيبي دريس شحتان الله يعمر لي الدار هذاك السيد شحال هادي هو يقول لك عادي رانا كان فهمتيني هذاك كان غير شي 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 بعض الزملاء طلعوا لي الدم ولكن من هذا المير كنقول لهم الله يسامح من عند خوكم هذه اللي ميلودي كتبقى دائما شوف تي في النمبر 1 في المغرب الصحافه الاولى في البلد موز عليها وكتوصل باش ما بغيتو اي موضوع في العالم كتلقاو في شوف تي في اولهم اذا كاينه والحمد لله عندنا بحال هاد شوف تي في في هاد البلاد السعيده وهذا هو الربح كل شيء ديال الله شكرا خويا وبهذا غادي نكملوا هاد القضيه اللي تداولت بشده اخواني المغاربه الى حين وصل عدد الملايين وعدد مشاهده الملايين وسط المغرب وخارجه حول اعتداء زوجة فنان كما اكد على رجل امن نؤكد ان لا ثم لا التطاول على رجال الامن فها هي العائله تعتذر وغادي نحاولوا اخواني نوافيكم باخر مستجدات هذا الملف فور انتهاء المتابعه اللي راه متابعه الزوجه ديال هذا الفنان شنو هي التهم اللي قال لك المحامي التهم هي اهانه الضابطه القضائيه وواحد البوليسي داير السيرتيفيكا وجوج هما دايرين السيرتيفيكات على ود ورغم ان فهمتي راك غنعاودو نكررو هادو هما اذا لا نشكك في القضاء وحتى الاخ الميلودي اخويا عندك لا نشكك في القضاء وحتى الاخ الميلودي لا يشكك في القضاء فتحيه للقضاء وتحيه للامن دائما القضاء ديالنا شوف القضاء شوف القضاء ديالنا حنا كنحماقوا عليه واش عمرنا حنا وقفنا علاش الناس اللي هضرت معاك قبل لك داك شوف كيفاش كيهضروا معاك وكيل كيفاش كان انا كبر منهم وهما صغر مني ولكن هما واعيين عليا انا ولانهم هما قراو داكشي معقول انا قريت غير الحياه ديال الدنيا هما قراو القرايه ديال بصح لان قريتهم هما غتخرجهم نورمال وهما كينبوني علاش كينبوني حيت ملي كيقول لك السعيد الاذن انا نعزيز عليه فهمتيني يعني دير احترام يكون متبادل نورمال لا نورمال لانه هو سي الوكيل ملي كيقول لك سي عادل انت ما خاصكش دير هادي وانت علاش كدير هاد اللايف يعني بواحد الطريقه زوينه من اقسم بالله انا كنحصار ممكن نقدر من لا شو من لا الوكيل العام ولا النائب العام ولا الناس ديال القضاه ديال المحكمه اقسم بالله الا كاينين الله يخطيكم علينا انا كنقول لكم والله تعالى الله يخطيكم منهم قضاه قاضيات منهم محامون الله يعمر لهم الدار هذا هو الفريق. إذا تبارك الله عليكم خوتي العزاز وتحية ما سخيناش بكم وما سخيناش تبع هذا الحوار الجري اللي من حوار شي شوية أنك باش ديروا باللايف مع الميلودي ديما كتقول الله يخرج القضية بخير. حتى يصل السيل الزبا. يلا تبارك الله عليكم.